بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من ملوك الصلاه. الحقيقه زي ما عودناكم كل اسبوع كل يوم جمعه من 7 ل 9 بنلتقي. حلقتنا بتبقى على 3 اجزاء، الجزء الاول بيكون اخبار بتهم كتير من متابعينا ومتابعي العاب الصلاه طبعا بالاخص، وبيبقى عندنا فقرتين بعد كده بنستقبل ضيوفنا ونجومنا في ملوك الصلاه. الحقيقه فقرتنا الاولى مليئه بالاخبار، الاخبار المهمه والاخبار الجديده، وكمان الفقره الثانيه هيكون معانا الكابتن ياسر صلاح المدرب العام للفريق الاول لسيدات كره اليد، وهيكون معانا الكابتن غاده حسام والكابتن اسراء السيد. دي الفقره الثانيه. الفقره الثالثه ان شاء الله هيكون معانا الكابتن ايهاب الالفي المدير الفني للفريق الاول للسيدات بالنادي الاهلي لكره السله اكيد طبعا، عشان نعرف في الفقرتين اهم الاستعداد كره اليد سيدات واهم الاشتراكات القادمه وكذلك لكره السله. الحقيقه في اول يعني اخبارنا الأسبوع اللي فات، يعني الصدفة جمعتني أو كنت في نادي دسوق الرياضي. نادي دسوق الرياضي الحقيقة ناس هتقول لي طيب إيه قصة نادي دسوق ده؟ الحقيقة إحنا كنا من أسبوعين ثلاثة استضفنا يعني عمر عصر لاعب تنس الطاولة الكبير اللي احترف في نادي بريمن الألماني، النادي الأكبر في أوروبا. يعني نقول عمر لو كلمنا في كرة القدم فهو محمد صلاح، لأن هو بيلعب الحقيقة في نادي من ابطال المانيا اللي هم ابطال اوروبا. دي صور عمر اللي بعتها لنا خاصه من المانيا في ملعب الكوره بتاع بريمن الالماني. عمر ابن النادي الاهلي وابن دسوق. الناس ما تعرفش ان عمر طالع من دسوق، المدينه الصغيره ولكن الكبيره بابنائها. الحقيقه الصور دي في بريمن بعد ما انتقل ووقع بعت لي الصور دي شخصيا انا، وكان لازم طبعا نحط الضوء لانه من انجح لاعبين تنس الطاوله على مدار التاريخ. الحقيقه طيب عمر شفت الصوره اللي فاتت، عمر في بريمن الالماني ده الملعب اللي كان بيتمرن فيه عمر عصر في دسوق. بصوا يا جماعه الفرق راح فين وجه منين. الصاله دي اسمها ماهر عصر، الصاله مسميه في ده طبعا نادي دسوق الرياضي. الحقيقه الصاله مسميه باسم عمه. زي ما انتم شايفين صاله عباره عن ترابيزتين تنس طاوله ولكن خرجت نجوم. طبعا دي صوره كمان للاستاذ عادل حسيه حسنين رئيس نادي دسوق الرياضي. يعني طبعا امكانيات بسيطه، ودي صوره عمر في طبعا في المؤتمر الصحفي لتوقيعه. الحقيقه يعني نادي بامكانيات قليله خرج نجوم كثيره جدا، وعندهم العاب كمان وابطال عالم في العاب كثيره. الحقيقه ما كانش ينفع اعدي الزياره دي بدون ما يكون معايا طبعا على الهواء من خلال مداخله الكابتن عادل حسنين طبعا رئيس نادي دسوق الرياضي. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا يا كابتن هيثم، الله يخلي حضرتك. طبعا يعني تشرفت بلقاء حضرتك الاسبوع الماضي، وشفت قد ايه انتوا شغالين يعني. انتوا اللي نورتوا دسوق كلها والله، دسوق تشرف باي حد محترم في مجال الرياضه يعني. طبعا حضرتك طبعا يعني تشرفنا بحضرتك وشفنا قد ايه الحجم الجهد المبذول بامكانيات قليله سواء في تنس الطاوله. كلمنا يا كابتن عن اهم اللعبات عندك والمراكز اللي انت حققتها. طبعا هو نادي دسوق الحمد لله يعني من اقدم الانديه في منطقتنا في وسط الدلتا. نادي انشا سنه 64. عندنا تنس الطاوله من نادي دسوق من مؤسسين اللعبه في مصر يعني. خرجنا ابطال كتير قدام قبل كده، كابتن ماهر عصر، كابتن معتز عاشور، كابتن هدى لمونه، ناس كتير اتخرجوا من عندنا من دسوق، مدرب المنتخب حالي كابتن ماجد عاشور. عندنا ابطال كتير خرجوا قبل كده من النادي. حاليا في الوقت الحالي انت عارف ان القديم بيبقى قدوه للجديد طبيعي. صحيح. يعني صحيح. فمن هنا خدنا الروح برضو ديت، وانا ماسك النادي تقريبا من 4 سنين. في ال4 سنين دولت الحمد لله كنا في المربع الذهبي، من ثاني سنه كنا رابع مصر الحمد لله بعد الاهلي وبعد الزمالك والمعادي، كنا في المربع الذهبي. في المرتبط في الناشئين عندنا السنه اللي قبل اللي فاتت كنا ثاني مصر الحمد لله بفضل ربنا غلبنا الزمالك. انا عارف انك زملكاوي اصلا يعني. فكنا ثاني مصر الحمد لله. فعندنا مثلا اللعبه الثانيه تقريبا في النادي كره السرعه. كره السرعه دي برضو بسوق من مؤسساتنا. عندنا ابطال طبعا. الو اي معاك، اتفضل انا سامع حضرتك، اتفضل. اي يا كابتن.
عندنا كرة السرعة الحمد لله عندنا مسمينها أسرة كرة السرعة، أنت عارف مدينة دسوق مدينة صغيرة، فالناس عارفة بعضيها قوي، يعني أسرة كرة السرعة، أسرة كونا أسرة محترمة في المدة اللي احنا قعدناها دي، كونا أسرة محترمة، حبوا بعض وحبوا الجهاز الفني بتاعهم والحمد لله، ودعموا مجلس الإدارة. طلعت النتيجة ليدي عندنا النهاردة 152 ناشئ، في الناشئين طبعا مراكز تاني وتالت، تاني وتالت ورابع، عندنا ما يقلش عن 30 لاعب في المراكز دي، انت عارف هي فيها ايفنتات كتير في السرعه المرتبطه. بس انت كنت قلت لي برضو حضرتك عندك برضو ابطال عالم في كره السرعه، يعني اشتركت. طلعنا السنه اللي فاتت الاتحاد الدولي بينظم لثامن سنه بينظم بطوله العالم للانديه، اشتركنا فيها السنه اللي فاتت بفريقين الناشئين والكبار، الناشئين خدنا اول مركز اول على 7 دول، وسبع دول فيهم تقريبا 15 نادي في من 7 دول، كان معانا اليابان والمانيا ودول كتير يعني، ما شاء الله. وكانت في بولندا خدنا مركز اول ناشئين ومركز ثالث كبار. طب يعني الله. طب يعني ما شاء الله انجازات كبيره بتحصل. طب قول لي انت يعني ميزانيتكم في الالعاب الرياضيه قد ايه في السنه مثلا يا كابتن عادل؟ والله انت مش متخيل دخل النادي، دخل النادي كله، دخل كله على بعضه ما بيكملش مليون جنيه في السنه، دخل النادي كله ما بيكملش مليون جنيه. انا عندي الكوره الواحده بتصرف 700,000، الكوره ولا 800,000 ولا اقل سنه فيها تصرف 700,000 800,000، فتخيل بقى بس بدعم من الاعضاء الجمعيه العموميه، ناس محترمه جدا بنيجي عليهم في تبرعات في زقه في هنا في هنا، فالحمد لله يعني ماشي يعني. لا الحقيقه يعني انا لما رحت هناك وشفت الحجم المبذول الشغل، وكمان تخيل ده بأقل الإمكانيات، ما بالك لو الإمكانيات متاحة في النادي أكتر من كده، أكيد يعني هيكون في إنجازات أكبر بكتير، أنا متأكد من ده. والله حضرتك كابتن برضو في حاجات الناس يمكن مش عارفاها، عندنا احنا النهارده الانديه في اتجاه للدوله، طبعا الدوله عليها متطلبات كتير، فالرياضه ما عادتش الدوله بتدعم الرياضه كتير يعني دلوقتي، فقلنا ايه نبدا بنفسنا ونمشي مع اتجاه الدوله، نحاول ننمي مواردنا في اتجاه تنميه الموارد. عندنا برضو عندنا ارض النادي كانت اوقاف جرينا فيها لما عملنا فصل حد وحددنا فصلنا ارضنا من ارض الاوقاف، الحمد لله فضل كبير جدا والحمد لله، يعني برضو كان ده اخذ مننا مجهود كتير، وقننا ارض النادي وبدانا نبني مبنى عليها باقل الامكانيات الحمد لله، والدخل مش مكفي مصاريفنا، والحمد لله قدرنا نوفر تقريبا مليون جنيه او 900,000، بنينا مبنى هو بنستكمله حاليا، المقاول استلمه هيبدا برضه بكره فيه. يعني الحقيقه يعني مجهود كبير بيبذل ومحدش يقدر ينكر ده، وانا كان لازم طبعا احط الضوء على المجهود اللي حضرتك بتبذله في النادي ده، لانه خرج ابطال كتير. استاذ عادل طبعا حسنين رئيس نادي او رئيس مجلس اداره نادي دسوق الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتني وشرفتني، يعني الحقيقه يعني كان لازم نحط الضوء على يعني على لاعب كمان مميز عندنا، وعلى المكان اللي طلع منه، والمكان لسه ما زال بيطلع ابطال ونجوم. هي دي رحله الكفاح، هي دي رحله الابطال، بتبتدي من هنا، ما حدش يقول امكانياته القليله، ما حدش يقول ان ما عنديش، لا بنقدر نوصل. الحقيقه برضو كان في موضوع قابلني الاسبوع اللي فات برضو بالصدفه، وكان لازم برضو احط عليه الضوء اكتر واكتر، هو اتحاد كره اليد. اتحاد كره اليد الحقيقه كنت قلت الاسبوع اللي فات ان هم يعني مسلسل مجاملات مستمر بشكل يعني صعب شويه، بشكل يعني الناس مش مصدقه اللي بيحصل. كان اولهم طبعا او اللائحه اللي محطوطه ان ممنوع ان لاعب يلعب او فريق يتعاقد مع 2 لعيبه دوليين في نفس المركز، النادي الاهلي التزم بهذا القانون وهذا القرار، ولكن انديه اخرى لم تلتزم، وكان طبعا نادي الزمالك مضى لعيب يحيى خالد مضاه في نفس مركز احمد الاحمر، وهم الاثنين لعيبه دوليين في نفس المركز. احنا ما عندناش مشكله مع حد، ولكن المشكله كانت ان لو في لائحه تبقى ماشيه على الكل مش على نادي ونادي تاني. نادي الطيران نفس الكلام تعرض لمشكله كبيره، واكيد هيكون معانا حد من نادي الطيران، ان عنده اثنين لعيبه من نادي الطيران تم الاستغناء عنهم لانديه اخرى بالقوه، يعني بدون اي يعني حق، تم اخذ اللاعبين من نادي الطيران وراحوا ناديين تانيين، فكان لازم يبقى معانا الكابتن عمرو توفيق عضو مجلس اداره نادي الطيران والمسؤول عن لعب كره اليد. اهلا بك يا كابتن. اهلا يا كابتن هيثم. يعني كلمنا عن اللي حصل، كلمنا عن ازاي الاثنين لعيبه اساميهم راحوا لانديه ايه، كلمنا عن القصه من الاول يا كابتن عمرو. طبعا اولا برحب بك يا كابتن هيثم، وسعيد ان انا مع حضرتك في المداخله دي. اهلا بحضرتك. بس اعرفك ان نادي الطيران ده قلعه من قلاع كره اليد، ومن عندنا ابطال كتيره جدا في كره اليد، وبننافس في جميع البطولات في النادي عندنا. ف
احنا عندنا الاثنين لعيبه، احنا عندنا في بطوله العالم الاخرانيه دي في جورجيا كان عندنا اثنين لعيبه برشلونه فيها، احنا عندنا ابطال في جميع الفرق عندنا على المستويات كلها. انا عندي اثنين لعيبه يا كابتن، الاثنين لعيبه دول انا عندي فريق بورتغال كان عندنا مشكله ان احنا المفروض نديهم مستحقات عندنا ماليه وزينا زي بيت الانديه في مصر كلها، اتاخرنا شويه في دفع الفلوس ليهم في العقود، وبعدين هم عملوا شكوى لاتحاد كره اليد، وبعدين اتحاد كره اليد بعت لنا فادانا فرصه لمده اسبوع ان احنا نسدد الحقات للاعبين. اسامي اللعيبه دي يا كابتن، اسامي اللاعبين الكابتن عمرو والكابتن احمد لوكا كابتن منتخب مصر طبعا، لعيب منتخب مصر لوكا ولعيب دولي يعني طبعا لوكا الصغير احنا طبعا كنا بعنا لوكا الكبير وفلفل الاثنين من منتخب راحوا نادي الزمالك، طبعا كل الانديه بتمر بضائقه ماليه اكيد اكيد، يعني لو نادي الزمالك وجالنا فلوس عشان نسدد مستحقات اللاعبين. صحيح صحيح، وده وضع طبيعي مفيش مشكله بالظبط. فاحنا يا كابتن بعد ما بعنا اللعيبه خلاص وقلنا هنسدد، لقينا فوجئنا بشكوى من اللعيبه في اتحاد كره اليد، ومع ذلك اتحاد كره اليد بعت لنا برئاسة كابتن خالد حموده طبعا، فاحنا قلنا يا جماعه احنا هنسدد الفلوس، قالوا طب انتوا قدامكم مهله اسبوع تسددوا فيها الفلوس بتاعتكم للعيبه. المهم ان احنا بعد اربع ايام جهزنا شيكات للعيبه وبعتناها لهم وجم استلموها بالفعل، فوجئنا اتحاد كره اليد عمل اجتماع وادى استغناء للعيبه بالاجبار وبالقوه بالرغم ان هم ماضيين معانا عقود للسنه الجايه 2018 وقبل المهله ما تخلص، وقبل المهله ما تخلص بثلاث اربع ايام يا كابتن. يا خبر ابيض. فطبعا احنا يعني انا مش عارف يعني هم المفروض ان انتوا بتساعدوا على نشر لعبه كره اليد، مش انتوا مش بتهدموا كده كره اليد. صحيح يعني انا 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 مش عارف احنا صراحه يعني احنا كان اتحاد كره اليد طلب مننا ان هو يعمل دوره تدريبيه في نادي الطيران، كان الكابتن عفتك الخبير التدريبي في الاتحاد طلب ان يعمل عقد دوره تدريبيه قوامها 150 مدرب، وطلب ان هو نعرف التكلفه ان الاتحاد يدفع يعني يتحملها، احنا بكل روح رياضيه عشان احنا بنحب لعبه الهاندبول وافقنا على استضافه الدوره بالكامل على حساب نادي الطيران، فتحنا جميع ملاعب الهاندبول وقاعه المحاضرات ليهم بالمجان، حرصا من ان احنا تتعاون بيننا وبين اتحاد كره اليد ونشر اللعبه. صحيح. اما فوجئنا ان حصل بينا المشكله ديت، طبعا صعدنا الموضوع اكتشفنا ان لعيب من ضمن الاثنين اللي اسمه عمرو حماه شغال في مدير القومي للمنتخبات القوميه لكره اليد في الاتحاد. يعني الموضوع كان يعني فيه شبهه مجامله اكيد. شبهه مجامله يا كابتن، وانا مش عارف ليه يعني الاتحاد، وانت عشان يعني مش نازلين انتخابات اتحاد كره اليد تاني بتصفوا حسابات ولا ايه؟ لا يا كابتن، ما هو الواضح ان الاتحاد ده عشان مش نازل اغلبه يعني الانتخابات، ف يعني الموضوع بقى فيه مجاملات يعني للاسف الموضوع يعني واضح جدا. يعني موضوع نادي الطيران ده انا حبيت اجيب لكم الكيس ليه، معانا طبعا كابتن عمرو توفيق، لانه احنا بنقول وما بنحطش الضوء على حاجه لما بيكون معانا حق فيها. يعني اتفضل يا كابتن، اتفضل. عايز اوضح حاجه، اتفضل. احنا بالفعل تم ارسال شكوى للجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه المصريه، واللجنه الاولمبيه المصريه مشكوره طبعا، تم مخاطبه الرئيس الاتحاد الدولي لكره اليد الدكتور حسن مصطفى، وطبعا احنا الدكتور حسن مصطفى اول ما عرف الموقف احنا كان جاي تسعيد الموقف لاعلى مستوى، وطلب مننا ارسال شكوى رسمي للاتحاد الدولي لكره اليد، واحنا حاليا بنبحث مع المجلس ان احنا نجمد نشاط كره اليد وعدم التعامل مع الاتحاد ده مره ثانيه خالص، وبدانا بالفعل بالتنسيق مع بعض الانديه الاخرى ونتفق معاهم ان احنا عدم التعامل مع اتحاد كره اليد نهائيا في حين تغيير الاتحاد ده. لا انا عندي يعني طبعا اكيد عندي ثقه، انت عندكم في المجلس طبعا كابتن علاء هاشم وحضرتك يعني دؤوبين ومش هتسيبوا حق النادي تحت اي ظرف من الظروف، ولكن تصرفكم ده تصرف صحيح لاثبات حقكم وده اللي احنا عرفناه عنكم، وعلى فكره برضو ممكن اللعيبه ترجع لكم حتى في وسط الموسم. كابتن احنا متمسكين بحقنا واحنا بنحاول ان احنا اللعيبه ترجع لنا طبعا، ومش ساكتين لان ليه بتهدم نادي الطيران؟ احنا نادي الطيران بنفس، احنا امبارح حاطين على المركز الاول فريق 2005 واخد الدرع في البطوله الدوليه، البطوله الوديه المعموله في نادي 6 اكتوبر خدنا المركز الاول فيها، يعني احنا مع احترامي بنكسب الاهلي والزمالك بنكسب فرق كبيره جدا، الفريق نادي الطيران في كره اليد طلعه كبيره يا جماعه، بتولد عندنا جميع اللعيبه جميع الفرق المختلفه في المنتخبات القوميه في كره اليد فيها لعيبه بتمثل نادي الطيران. اكيد اكيد يا كابتن عمرو، اكيد بيحصل فينا كده انا مش عارف بصراحة. اكيد، واحنا يعني طبعا كان مهم نجيب حضرتك معانا يا كابتن عمرو عشان تقول رايك وتقول يعني المشكله اللي وقعتوا فيها، ودي يعني ده هدف كبير من اهداف ملوك الصالات ان احنا نقف جنب كل يعني حد ظلم عشان ياخد حقه. طبعا كابتن عمرو توفيق طبعا عضو مجلس اداره نادي الطيران والعضو مجلس اداره المسؤول عن كره اليد، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتيني وشرفتني زي ما احنا قلنا لحضراتكم، صدقوني احنا ما بنتكلمش حاجه هنا ما بنتاكد فيها كويس. اتحاد اليد فيه مجاملات فظيعه، هم مش نازلين انتخابات، فالفتره اللي جايه دي او الفتره اللي فاتت كان فيها مجاملات كبيره جدا، وبدات من نهايه الموسم مع بطوله كاس مصر وحرمان قناه النادي الاهلي من دخول صاله قناه السويس، اتحرمنا منها داخلين ننقل مباراه على الهواء،
تم حرمانها لتصفيه حسابات ايضا. يا جماعه يعني ما اعرفش مين اللي يقدر يحاسب الناس دي غير اللجنه الاولمبيه. لازم اللجنه الاولمبيه يكون ليها دور طبعا اكيد. اتمنى التدخل ويعني كل واحد ياخد حقه ودراسه الشكاوى كلها اللي بتقدم. طيب عندي مجموعه من الاخبار مهمه ايضا طبعا حصلت جوه النادي الاهلي، مهم جدا نقولها ايضا سريعا. عندنا طبعا المهندس محمود طاهر يكرم ابطال الكاراتيه. يكرم المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي ابطال الكاراتيه بالنادي في حفل خاص بمقر النادي الاهلي بمدينه نصر في هذه اللحظات. الحقيقه مجلس الاداره او النادي الاهلي ما بيعتبرش فرع مدينه نصر فرع، هو بيعتبره اصل، ودي النقطه اللي فيها خلاف، ان بيقول لك النادي مدينه نصر فرع، لا نادي مدينه نصر زيه وزي الجزيره. ده مش فرع وده مش فرع، ده اصبح اصل. فدلوقتي المهندس محمود طاهر في هذه اللحظات بيكرم ابطال الكاراتيه، وتاتي حفل تكريم مهندس محمود طاهر لابطال الكاراتيه نظرا للانجازات الكثيره التي حققها ابطال النادي في هذه اللعبه خلال الموسم الماضي. ومن المقرر ان يتم تكريم ابطال الاهلي في الكاراتيه بدايه من مرحله البرايم حتى سن 18 سنه في منافسات الكاتا والكوميتيه جماعي وفردي بنين وبنات. كل التوفيق لابطال الكاراتيه. نادي الاهلي طبعا اكبر انديه الكاراتيه في مصر واكبر يعني نادي بينفق اموال كثيره على ابطالنا في لعبه الكاراتيه. الخبر الثاني اللي معانا، الاهلي يفتتح مدارس الكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصه القدرات الفائقه، ودي لاول مره تحصل معانا او تحصل في النادي الاهلي الاهتمام الكبير بذوي الاحتياجات الخاصه او ابطال الهمم زي ما احنا بنحب نسميهم. افتتحوا جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي بقيادته، طبعا دي صور يعني من صاله المغطاه والفعاليات الفريق الكاراتيه. افتتحوا جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي بقياده رئيس الجهاز الدكتور مراد عاصم ومدير الجهاز الدكتور محمد حسن اليوم مدارس ابيض للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصه القدرات الفائقه. واقيمت اليوم بصاله النادي بمقر الجزيره اولى اختبارات الحزام بمدرسه ذوي الاحتياجات الخاصه القدرات الفائقه، وذلك في مشوار الاهلي نحو الوصول بهؤلاء الابطال الى العالميه اسوه بزميلاتهم الاخرين. رساله النادي الاهلي بيقدمها وسيظل يقدمها. ويشرف على المدرسه الكابتن محمد حمدي مدرب الكاراتيه بالنادي الاهلي ومنتخب مصر. معانا مين يا جماعه؟ طيب ومن المقرر ان يتم افتتاح مدارس ابيض الكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصه القدرات الفائقه في مقر الجزيره وفرع الشيخ زايد، وذلك من اجل توسيع قاعده اللعبه لتمثيل الاهلي ومصر في البطولات العالميه. الحقيقه معانا برضو خبر مهم، الاهلي يكرم ابطال السباحه. كرم مجلس اداره النادي الاهلي السباحين والسباحات الذين شاركوا في بطوله العالم وحققوا نتائج متميزه، وهم احمد حمدي وكابتن الاهلي ومنتخب مصر وعمر عيسى ومحمد سامي ميشو وريم ياسر ومها عبد السلام. حضر حفل التكريم طبعا الاستاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي ممثلا لمجلس اداره النادي وهاني عبد المنعم. طبعا دي لقطات من حفل التكريم وشايفين قد ايه الاهتمام طبعا بالسباحه، ودي لقطات صور تذكاريه تم التقاطها اثناء التكريم. وحضر الافتتاح طبعا وحضر التكريم كابتن هاني عبد المنعم مدير مقر الاهلي بالجزيره وايمن سعد مستشار مجلس اداره النادي الاهلي لالعاب الماء ووائل عزت رئيس جهاز العاب الماء ومحمد علام ومحمد فاضل مدير العاب الماء وطارق الصغير مدير جهاز الغطس والسباحه التوقيعيه وجميع المديرين الفنيين لفرق السباحه بالاهلي. واعتذر من لاعبي الاهلي عن حضور الحفل كل من السباح احمد اكرم السباح الكبير بتاعنا والبطل العالمي وهانيا مورو وساندي ايمن ويوسف حسام وعلي خلف نظرا لظروف سفرهم طبعا وشركتهم الخارجيه. عندنا الخبر كابتن حمدي الصافي يصعد 7 ناشئات، ده خبر جديد للمران مع الفريق الاول. طبعا كابتن حمدي الصافي بيعودنا انه دايما بيطعم الفريق بالناشئات بيديهم امل احلال وتبديل. يعني دي صور طبعا صوره لكابتن حمدي الصافي اثناء احدى التدريبات. حقيقه كابتن حمدي الصافي من اساطير الكره الطائره من النادي الاهلي ودايما ليه رؤيه وده اللي بيميزه عن كتير من المدربين. قام حمدي الصافي المدير الفني للفريق الاول للكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي بتصعيد 7 لاعبات من فريق الناشئات للتدريب مع الفريق الاول في الفتره الحاليه. وقال الصافي انه حرص على تصعيد الناشئات للتدريب مع الفريق في الفتره الحاليه لتعويض النقص العددي بسبب انضمام 7 لاعبات للفريق لصفوف المنتخب الوطني وايضا البحث عن لاعبات جدد يكون اضافه للفريق. كل التوفيق لكابتن حمدي الصافي. طبعا جدير بالذكر ان فريق الطائره السيدات بدا فتره الاعداد الموسم الجديد منذ نحو شهر من اجل الاستعداد بشكل جيد لتحقيق الرباعيه ايضا هذا الموسم. عندنا خبر اخير، منعم في المانيا لاستكمال برنامجه التاهيلي. يتواجد محمد عبد المنعم لاعب الفريق الاول لكره الطائره بالنادي الاهلي حاليا في المانيا من اجل متابعه برنامجه التاهيلي واجراء بعض الفحوصات الطبيه بمركز شون كلينيك.
دي صور طبعا لمنعم في احدى التدريبات بالجيم، طبعا اصيب برباط صليبي في بطوله افريقيا اللي فاتت في تونس. النادي الاهلي طبعا سافر عمل عمليه الرباط الصليبي في المانيا وايضا بيرجع يتابع. وقال الدكتور هيثم الضبع طبيب الفريق ان منعم سيتابع مع الخبير الالماني ساباي مسؤول العلاج الطبيعي والتاهيل بشون كلينيك اخر تطورات برنامجه التاهيلي بعد جراحه الرباط الصليبي. واضاف طبيب الاهلي ان اللاعب قد قام بتنفيذ المرحله الاولى من التأهيل في مصر وسيخضع لفحص طبي في شون كلينيك لمعرفة مدى استجابته للمراحل الأولى من البرنامج التأهيلي، يعني يتم وضع برنامج مناسب له لتنفيذه في الأيام المقبلة. كل التوفيق لمنعم، لاعب كبير، لاعب مميز، لاعب راجل، وشفنا طبعا ما قدمه للنادي الأهلي ولسه هيقدمه كمان. الحقيقة يعني محتاجين نطلع فاصل، وسينضم طبعا إلي في أولى الفقرات ملوك الصلاة أو تاني فقرات ملوك الصلاة كابتن ياسر صلاح المدرب العام. طيب بيبلغوني قبل ما نروح للفقره الكابتن ياسر صلاح وغادة حسام واسراء السيد، عندنا فقره او عندنا تقرير هنطلع بيه على الفاصل ونرجع على نستقبل ضيوفنا. التقرير بعد الاستقرار على عدد كبير من لاعبي السله تجري. انتوا اني تقرير يا جماعه اللي جاهز بعد اذنكم؟ الروم الرياضي. لا هنروح لتقرير الاول قبل السله. في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد يوم ترفيه بمشاركه اعضاء الفروع التلاتة تحت عنوان اليوم الرياضي الترويجي، وشهد اقبال كبير من الاعضاء، هنشوفه في التقرير ده ونطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا في الفقره الاولى. ما تروحوش بعيد، استنونا. النشاط ده نشاط رياضي ترويحي، يعني يناسب جميع المراحل من 4 سنين لغاية فوق 60. ده نعمله مش قطاع بطولة، ده قطاع رياضة زي رياضة الجميع بالظبط كده، ولكن هي إيفنتات بنعملها من فترة لأخرى تقريبا كل شهر مرة في الجزيرة، مرة هنا في زايد، مرة في مدينة مصر. الجديد إن احنا عاملينها النهاردة 4 مراحل سنية، من 3 سنين لست سنين، من 7 ل20، من 20 ل40، من 40 لفوق 60. الناس كلها زي ما انت شايف مبسوطة، عايزين بدل ما يقعد يستنى ولي الأمر ابنه، لا يعمل نشاط ومقابل النشاط ده، إذا كان سواء رياضي قديم أو ما عملش رياضة خالص بنعلمه وبيبقى بطل وبيبقى زي الفل مع بعض. بص احنا طبعا ما كناش متوقعين العدد دوت، طبعا احنا في شهر 7 معظم الناس في اسكندريه والساحل الشمالي في المصايف عامه يعني، فعشان يبقى في الجمع دوت وفي زايد لحد ما بعيد عن 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 التجمعات اللي بتبقى دايما في الجزيره او مدينه نصر، فالحمد لله احنا كده يعني في تقدم كويس جدا. وطبعا يعني احنا كان التنسيق قبل المهرجان من خلال زايد ومن خلال مدينه نصر من خلال الباصات اللي هي جت خدت الاعضاء من هناك، والحمد لله النهارده يعني الجو كويس والى حد ما الاعداد يعني في زياده الحمد لله رب العالمين. يعني مش ماراثون بس طبعا، هو نشاط رياضي ترويحي المقصود منه او هو اصلا مقصود بيه ان الناس بدل ما تبقى قاعده على الكراسي في النادي تبتدي تتحرك من الكرسي وتبتدي تتمشى، تبتدي تعمل رياضه، تبتدي ان الناس تتعرف على بعضيها، يبقى في شويه اكتيفيتيز يعني الناس تتحرك بس. الهدف بتاع النشاط الرياضي الترويحي ده ان احنا نقوم الناس اللي قاعده على الكراسي تقوم تمارس رياضه وتبقى فيه وتحس كده ان في نشاط وهي دي هدف اللجنه وهدف النادي اصلا. في النادي الاهلي اسمه النادي الاهلي للتربيه البدنيه، مش للكوره ولا الاعاد ولا الكراسي والحاجات دي. لنا الشرف في هذا واحنا السباقين وان شاء الله بنشوف بقى. انا احنا بنتمنى انها تمشي في كل الانديه لان برضو كلنا الشعب المصري كله محتاج زقه في انهم يمارس الرياضه. اسمها لجنه النشاط الرياضي الترويحي لغير الاعضاء الرياضيين، هي مهتمه باعضاء النادي اللي هم قاعدين على الكراسي في الاعمار السنيه المختلفه من 6 سنوات الى ما فوق ال 80 سنه، الكل يشارك. وعشان كده قالوا احنا عايزين نعمل حاجه نحرك بيها الاعضاء من على الكراسي،
فهي هدفها اساسا اسعاد اعضاء النادي الاهلي. ويوم حلو جدا ورحبنا من الناس كلها وخلينا الناس كلها تمشي وتسيب الكراسي وساعدناهم يعني ان يحرك الاعضاء. وهو نشاط جميل بنعمله كل فتره كذا مره في السنه، دايما بيبقى مهرجان الربيع، ودايما في يعني كل فتره كده بنعمل لجنه بقياده الكوتش حسين عنان. والحقيقه الحمد لله لقينا استجابه كويسه النهارده والاعضاء ما شاء الله زي ما انت شايف. حضراتكم من جديد بنرحب بضيوفنا اللي انضموا لنا في الاستوديو، طبعا يعني نجوم كره اليد للسيدات، المدرب العام طبعا الكبير كابتن ياسر صلاح. اهلا بيك يا كابتن، نورتنا، ودي المره الثانيه مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله يعني تبقى بطولات واحداث كتيره ان شاء الله باذن الله. وانضم لنا كمان غاده حسام لعيبه الفريق ونجمه الفريق. اهلا بيك يا غاده. اهلا بحضرتك، منورانا. اول مره ليك معانا في الاستوديو ان شاء الله، مش اخر مره، وبطولات اكيد كتير ان شاء الله. ومعانا طبعا نجمه الفريق اسراء السيد. اهلا بيك. اقول لك يا باشمهندسه اقول لك يا كابتن؟ الاثنين ماشي. لا ربنا يوفقك يعني طبعا، ونقول لك الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله. اروح لكابتن ياسر. كابتن السنه اللي فاتت ما فيش بطوله راحت منا الحمد لله، يمكن اعلاميا بنحاول نحط الضوء عليكم اكتر لان انتوا فريق الحمد لله يعني حقق بطولات كبيره. كلمنا على الانجاز بتاع السنه اللي فاتت، وكلمنا برضو ازاي هتطلعوا من الانجاز ده على الاستعدادات الموسم الجديد. الحمد لله احنا حققنا الموسم اللي فات اربع بطولات، كانت الدوري وكاس مصر ومنطقه القاهره، وكانت غايبه عننا كاس السوبر رجعناه السنه اللي فاتت اللي هو الموسم اللي فات. وان شاء الله كان الاعداد اعداد قوي، لان البنات كمان كانوا عندهم حافز ان هم ياخدوا السوبر. ولقطات يا كابتن من الاحتفال ده كان في نادي سبورتنج. ده كان في نادي سبورتنج في اسكندريه، ده نهائي الكاس. غريبه. وانا هو الغريبه وانا لعبت الموسم اللي فات، انا ما لعبتش نهائيات هنا. ما انا لسه بقى جاي لك فيها يا كابتن بقى وكلمنا فيها. سيبني انا لسه ما تسخنيش اكتر، انا سخنان يعني لوحدي. يعني نهائي الكاس بيتلعب في اسكندريه، اتفضل يا كابتن. نهائي الدوري اتلعب في اسكندريه، ونهائي الكاس اتلعب في اسكندريه، ما بينهم حوالي يومين. ودي كانت مفاجأة استغربناها يعني، بس انت عارف الاهلي في اي حتة وفي اي مكان بيلعب. لا بس انا عايز افهم الناس عشان ما تفهمش حاجة غلط. احنا بنقول ان نهائي الكاس دايما بيتعمل في ارض محايدة، بيبقى ليه يعني بيبقى ليه بروتوكول معين كده، وحاجة بتبقى متعارف عليها. الصعب شوية انه يتعمل في يعني او في ملعب احد طرفي النهائي. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه عشان الناس تفتكرنا بنقول حاجه. لا، كان سبورتنج الفاينل معاكم والنهائي الكاس في ملعب. هو هي دي طبعا وجهه نظر الاتحاد، ونادي سبورتنج طبعا نادي محترم ونادي محترم ومفيش اي كلام، واللعيبه بالعكس لعيبه كلهم زمايل، اداره جيده. احنا بنتكلم على مسطره واحده، على يعني على شغل واحد، على مبدا واحد. احنا ما بنتكلمش على نادي خالص والله، احنا بنتكلم ان طالما انت حطيت حاجه معينه ومشيت عليها والدوله كلها بتمشي عليها، ما ينفعش اعمل اكسبشن معين. هو المفروض ان هو بيحصل قرعه، والقرعه كان حصل خلاف، والخلاف قال لك لا خلاص احنا هنقرر نهائي الكاس، احنا كاتحاد هيقرر اللي هي لجنه المسابقات انها هتقرر في الاخر هي هتوديه فين. جميل. فوجئنا ان هو بقى في اسكندريه. يعني هو القرار اللوجيك اللي يبقى في ارض محايده المفروض. يعني مش محتاجه كلام كتير. نتمنى السنه دي بقى ان نلاقي حاجه في انتخابات جديده، واكيد حاجه ثانيه ان شاء الله كده بقى عايز. طب قول لي يا كابتن استعداداتكم ايه للموسم الجديد؟ احنا بدأنا من حوالي شهر ونص اعدادنا. احنا عندنا السنة دي اربع بطولات، الدوري، منطقة القاهرة،
كاس مصر ثم افريقيا. اوبا افريقيا يا كابتن. يعني ما طلبناه بالامس يعني اصبح حقيقه. والله احنا السنه اللي فاتت كنا المفروض نخش افريقيا، نخش عرب. قعدنا انا وكابتن بيسا درسنا بيسا طبعا رئيس الجهاز طبعا درسنا الفرق دينامو وكلمنا انا وكابتن بيسا في الموضوع ده كتير قوي في الماتشات ديت، فقلنا لا نستنى شويه نوقف البنات على رجليها، ولان احنا مش عايزين نعمل يعني حاجه مشرفه، لا احنا عايزين ناخد بطوله. فعدينا كويس وبنعد السنه دي اعداد قوي، لان ان شاء الله في شهر 4 بطوله افريقيا، وباذن الله ان شاء الله هناخدها باذن الله. باذن الله. طب غاده يمكن نتكلم اطلع من بطوله افريقيا يعني عليك انت، كنا السنه اللي فاتت بنتكلم وكان كابتن ياسر معايا في الاستوديو وكان امان نلعب افريقيا، لا عايزين افريقيا تيجي، انت حاسه يعني حماس عايزه تلعب البطوله دي ولا؟ اكيد طبعا بالنسبه ان احنا عايزين نشارك في افريقيا، احنا حاسين ان احنا نجيبها وعندنا مستوى ان احنا نجري افريقيا. لما شاركنا قبل كده كان مستوى ما جهزناش كويس. شاركتي فيه قبل كده انت هنا؟ افريقيا 2015. كانت فين؟ كانت في المغرب. خدنا مركز سادس. كان لنا اخطاء وكمان خدنا خبره. فاكيد احنا عرفنا ايه الاخطاء وايه اللي هنقدر نعمل عليه ان احنا نقدر نجاري افريقيا، وان احنا عايزين ان شاء الله ناخدها، وكمان الحافز ان هي تبقى عندنا في النادي وعلى ارضنا، فدي اكبر دافع علينا طبعا ان احنا ناخد افريقيا على ارضنا يعني. ان شاء الله بالذوق بالعافيه ان شاء الله. طب قولي لي بس انت يعني بدايتك كانت في النادي الاهلي صح؟ طيب ايه اللي حببك في كره اليد برغم انها لعبه صعبه شويه على البدن؟ اللي حببني فيها ان انا بتفرج كتير على ماتشات واسمع عن عمالقه بتاعت كره اليد، وكمان ممكن كابتن بيسا وندى كذا حارس مرمى يعني، فهو ده اللي حببني ان انا عايزه العب في اللعبه وان انا عايزه اشارك فيها، والحمد لله يعني لما اديت فيها وحسيت طعم الفوز والمكسب وقد ايه الروح واللعبه والكلام ده كله، كمان بحكم دراستي فانا شايفه ان ده حلم واقع قدامي. فقلت لا خلاص يعني اكمل كره يد، ما اتشددتش لاي لعبه تانية خالص. وكملتي وما شاء الله عليكي دلوقتي نجمه كبيره، بس هو برضو يعني عارفه بيبقى في النادي الاهلي بالذات في كره اليد لو ريحتي شويه يعني بيبقى في اجيال واجيال بتطلع. اكيد طبعا لازم تاخدي المواضيع، يعني انا كنت بسمع حوار قبل الهوا بينك وكابتن ياسر على التمرين وصعوبته. فيعني بيتهيألي انت حاسه وانتوا حاسين كلكم ان انتوا لو ريحتوا شويه مش هيبقى لي مكان هنا، صح؟ دي حاجة، بس يعني دايما يعني بالنسبة ان الكبير دايما بيشد الصغير، صحيح، بيديله خبرته، بيعرف يعني هو اصلا مش هكمل في الملعب كتير، هو بتبقى هي سنة الحياة في اخر مرة هتيجي وهتعتزل، فلازم عشان النادي يقدر يقف على مكانه والنادي يفضل فعلا يقدر هو ده وياخد دايما مركز اول، فلازم الكبير بيشد الصغير يقول له خبرته، بيعرف يديله الخبرة بتاعته ازاي، ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن يفتقدها أي نادي تاني، إن النادي عندنا لا إحنا بنشد الصغير عشان نقدر هو يدينا خبرته وإحنا كمان نقدر ناخد خبرتهم ونقدر نعمل ماج معانا. يعني لسه السنة اللي فاتت كان في صعد لنا 96، دول من ضمنهم حارسين مرمى معانا بسم الله ما شاء الله، اتنين بجد يعني سافروا كأس عالم وخدوا خبرة، أنا خدت منهم خبرة وكمان اللي أنا بديها لهم هم بياخدوا الخبرة منها. ما اكيد، وعلى فكره كل اللي قعدوا مكانك هنا من لاعبين ولاعبات قالوا نفس الكلام، ودي روح النادي الاهلي. يمكن برضو اسراء انت بتقاسي طبعا عشان موضوع هندسه قوي بجد يعني بتفكر في الدراسه بس بتقاسي طبعا في الدراسه طبعا المجهود. صعب انك تنظم ما بين الكليه والنادي، وطبعا والنادي الاهلي بالذات يعني من كل النوادي عشان احنا يعني تقريبا بنتمرن كل يوم. كابتن ياسر وكابتن ياسر بيطلع علينا في التمرين واحنا بنشتكيه على الهوا. فيعني احنا فعلا بنتعب، وكل اللي معايا يعني احنا معانا برضو طب اسنان ومعانا ناس كتيره في كليات قمه،
بتبقى ضغط، بس احنا في الاخر بنبقى حاسين ان احنا بنعمل حاجه. صحيح. لانه يعني في ناس كتير ما بيتمرنوش ولا بيعملوا حاجه والوقت بيضيع، فانا اضيع، مش بضيع وقتي، انا بستغل وقتي في حاجه كويسه مفيده ليا احسن من ان انا اضيعه في اي حاجه كده. حتى الكليات العمليه صعبه جدا. طبعا ما فيش كليه سهله، يعني كله سهل. بس اي مشكله في هندسه ان هي محتاجه انتظام ومحتاجه حضور. صحيح. وده بيبقى في مشكله شويه لما بيكون عندنا بطوله مثلا اسبوع او معسكر، فان انت تروح تتكلم مع دكتور دي حاجه مش حاجه سهله خالص، يعني بالذات عين شمس. والله العظيم بالظبط، يعني هندسه عين شمس دي يعني فظيعه يعني. اه فعلا، هو في كتير بقابل دكاتره يعني يعني بيجيبوا لي يأس من الموضوع، ان انت يعني انت مستقبلك ان هو هندسه اولا، فانت بتلعبي ده يعني ملوش لازمه. فانا طبعا ده بالنسبه لي انا ما بقتنعش بكلام حد، بس هو فعلا بيجيب لي يأس برضه وبيأثر عليا. طبعا بس ففي الاول في الاخر انا مقتنعه ان انا هعمل اللي عليا، وان شاء الله ربنا يوفقني في الاثنين. اكيد اكيد. وطبعا ما ينفعش تبقى معانا في الاستوديو وما يكونش معانا طبعا على الهوا كابتن بيسا حسني رئيس الجهاز والمدير الفني. طبعا ازيك يا كابتن؟ ازيك يا هيثم؟ ازاي صحتك عامله ايه؟ الحمد لله. ايه جاهزين جاهزين الموسم ولا ايه؟ يا رب ان شاء الله. وهم طبعا كلهم في الاستوديو بيمسوا عليكي طبعا، و بمسي عليكم وعلى الكابتن ياسر واسراء وعلى غادر. ازيك يا كابتن عامله ايه؟ بيمسوا عليكي طبعا. قولي لي بقى، احنا كنا بنتكلم عن بطوله افريقيا يا كابتن، وكان يعني حضرتك كنت معايا مداخله، وكان ده حلم عندك ان احنا نستضيف افريقيا، والحلم الحمد لله تحقق. شايفه والله. اتفضلي يا كابتن. احنا يعني شغالين دلوقتي يعني بمفهوم بطوله افريقيا ان شاء الله هنلعبها. احنا مش عايزين حاجه اسمها تمثيل مشرف، وانا قعدت معاهم واتكلمت معاهم في الموضوع دوت، وبنشتغل على الموضوع ده انا والكابتن ياسر، ان احنا هنبذل كل ما نقدر. هي هم البنات بيقولوا لي يا كابتن هي هتبقى صعب، انا ما عنديش صعب وما عنديش مستحيل، لان انا في وقت من الاوقات برضو اتقال لي كده، واحنا الحمد لله كسبنا بطوله افريقيا سنه 79 مع النادي الاهلي. فبقول لهم يعني خلي عندكم امال واحلام، ان ان شاء الله فرصه حلوه ان هي على ارضنا ان انتوا تكسبوها وتعملوا تاريخ لنفسكم. صحيح. وكمان عايز اقول لك برضو يا كابتن، يمكن شفت بطوله افريقيا للباسكت وحضرتك كنت متابعاها، الجمهور بيحرك الصخر، يعني اكيد وجود جماهير النادي الاهلي هيبقى البطوله هتبقى في حته تانية خالص بالنسبه للنادي الاهلي. والله الجماهير بتحرك الصخر، يعني دي حقيقه يعني، وهي الحمد لله ان هي هتبقى في جمهورهم وفي وسط ارضهم. مش هضحك على الناس ان انا اقول يا هيثم ان احنا قريبين منها، وان احنا ان شاء الله هناخدها بنسبه 90% والكلام ده، لان احنا بعيد قوي فتره كبيره بسبب طبعا انت عارف نظام الرياضه والانتخابات. صحيح صحيح. الهاندبول عن المستوى التمثيل الدولي، لكن بالنسبه ان احنا امل كبير فيهم، لان انا عندي خامات وانا مؤمنه بيها جدا كلعيبه، وواثقه فيهم ان هم يقدروا يحققوا الحلم، لان مش حاجه مستحيل. طيب ويعني حضرتك يعني برضو قولي لي، كنت محتاجه دعم السنه دي كلاعبات جدد، ولا الحمد لله النادي الاهلي مش محتاج دعم خاصه في كره اليد للسيدات؟ والله احنا السنه دي ابتدينا الموسم بخساره طبعا، دور ياسمين بطلت لاسباب شغلها طبعا، بنت خريجه هندسه ومش قادره تواظب بين التدريب وبين الشغل. صحيح. وبقى لها سنتين او ثلاث سنين ما بتشتغلش، فده طبعا فارق معاها جامد، لان انت عارف هندسه لازم تشتغل باستمرار يا اما هتنسى حاجات. صحيح 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 صحيح. فهي اتكلمت معايا بصراحه، وهي زي بنتي، وانا طبعا اللي ارضاه لاولادي هرضاه لها يعني. فهي قعدت اتكلمت معايا وقالت لي ان انا يعني انا كبرت وحاسه ان انا لازم يبقى لي كارير بقى ولازم اشتغل، لان في ناس صغيره بدات تكبر عليا في الشغل. صحيح صحيح. وهم في الاخر طبعا بيلجأوا ليكي، وطبعا حضرتك يعني تعودنا عليك ان انت ورا كل البنات بصراحه، وليكي دور كبير. دي كانت خسارتنا السنه دي طبعا، بس انت عارف النادي الاهلي ما بيقفش على حد يا هيثم. صحيح. وان شاء الله يعني برضو نور بروحها معانا، واحنا هنطلع من البنات الصغيرين السنه دي ان شاء الله اثنين يلعبوا مع الدرجه الاولى. وبالنسبه للمجموعه اللي معانا
يعني انا ما كنتش شايفه خالص ولا الكابتن ياسر ان احنا محتاجين اي حد من بره نجيبه، لان احنا الحمد لله يا رب انا باثق جدا في البنات اللي معايا ان هم من احسن النماذج اللي موجوده في مصر، وبنحاول يعني على قد ما نقدر ان احنا كل هدفنا دلوقتي بطوله افريقيا، مركزين قوي على بطوله افريقيا هيثم، ودعونا ان فعلا نحقق الحلم كلنا كتير او بعيد عن الهاندبول في النادي الاهلي في مصر. كلنا وراكم يا كابتن بيسا ان شاء الله، وطبعا نورتيني وشرفتيني كابتن بيسا حسني، كل طبعا رئيس جهاز كره اليد للسيدات بالنادي الاهلي وكمان المدير الفني، كلنا وراكم الحقيقه. يعني اديتيني انا شخصيا حتى طاقه ايجابيه جدا بحماسك وثقتك الكبيره جدا في البنات، وثقتك الكبيره جدا ان شاء الله نقدر نعمل حاجه، اديتيني طاقه. يعني تمنيت ان لو بطوله بكره ان شاء الله ونقدر يعني نفرح الجماهير. ارجع يعني لسه شفتي كلام بوزيتيف انرجي، محتاج منكم شغل كبير. احنا بنتعب فعلا، يعني احنا بجد بنعمل مجهود جامد، وكل يعني كل الجهاز الفني بيتعب معانا، سواء كابتن ياسر او كابتن بيسا او كابتن محمد فهمي، مش عايزه انسى حد، وكابتن سميره وكابتن سعيد وكابتن صلاح وكابتن معوش، عشان كله ما يعني ما نسويش، بجد كله بيتعب، واحنا كلعيبه برده بنتعب جامد وبنعمل فتره اعداد جامده، وهي دي اللي يمكن بتفرق معانا في الماتشات. يعني احنا غالبا بنفرق على كل الفرق في الشوط الثاني، لان احنا نفسنا بيكون اقوى والبدني بتاعنا احسن، فاحنا بنتعب دلوقتي بس بنلاقي ده بعدين في الماتشات وكده. انت مركزك ايه؟ سنتر هاف. ما هو عشان برضو ايه الموضوع ده، يعني ايه برضو انت محتاجه يعني دماغ، واضح ان دماغك برضو كبيره اكيد في الملعب ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طب كابتن ياسر، يعني اكيد ما فيش حياه ورديه في كل حته، اكيد في مشاكل، قول لي مشاكلكم ايه؟ والله انا ما عنديش مشاكل كبيره، يعني مشاكل كلها عاديه، اللي هي دراسه، الشغل، ازاي بنوفق بين الاثنين، وبن على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نوفق الكلام ده. الحمد لله السنه دي، يمكن انا السنه اللي فاتت او السنه دي بمعنى اصح، انا عندي 3 اجيال، عندي الدرجه الاولى، وعندي 96، وعندي الاتحاد سمح لنا باثنين لعيبه من 98 ان هم يلعبوا معانا، تمام. 3 اجيال، منهم جيلين معايا من السنه اللي فاتت اللي هو الدرجه الاولى 96، وبدانا فعلا هيحصل اندماج كويس قوي، وفي بتوع 98 ان شاء الله عندهم افريقيا، ما يرجعوا من افريقيا المنتخب امتى؟ 98 امتى؟ عندهم الشهر الجاي. يعني هم في معسكر دلوقتي. هم في معسكر هيلعبوا وهيرجعوا لنا ينضموا معانا ويلعبوا ان شاء الله، هيحصل برضو اندماج. فرقة الأهلي بقى هتبقى إن شاء الله ليها شأن كبير. أنا كنت بيسا شايفين فعلا إن 3 أجيال في موسم، يعني أنا مش عايز أقول معجزة، لكن مستقبل النادي الأهلي ولعبة اليد في النادي الأهلي فعلا ال3 أجيال دول هيعملوا تاريخ لبطولة افريقيا ان شاء الله. اكيد، واحنا ثقافين فيكم كبيره يا كابتن، وعجباني جدا الحماس اللي بتتكلموا بيها يا كابتن، يعني حماس نابع من احساس بالمسؤوليه. اكيد. يعني دي حاجه جميله جدا جدا. وطبعا يعني مش عايز اقول ان اداره النادي موفره لنا كل حاجه والنشاط الرياضي بصراحه. زي ايه مثلا يا كابتن؟ يعني احنا مقدمين على معسكر في شهر 9، متوافق عليه. داخلي ولا خارجي؟ داخلي. برضو احد المحافظات ولا هنا؟ لا، بقى هيبقى هنا ان شاء الله. تمام. هيبقى جزء هنا وجزء هيبقى في المحافظات. تمام. برضو عندنا تدعيم، النادي سمح لنا ان احنا ندعم، ان شاء الله في تدعيم، وان شاء الله ماشيين فيه يعني باذن الله يخلص. مع التدعيم اللي هو بتاع 98 اللي انا بقول لحضرتك عليه ده. تمام. ان شاء الله باذن الله احنا ماشيين باعداد قوي،
يمكن هم قوي قوي شكلهم تعبانين يا كابتن. انا قاعد عمال تقول لك يا كابتن ده انا مش قادر وبتاع، شكلكم تعبانين من التمرين. بس لا بس برافو عليكم يعني. بس انت عارف طبعا مفيش نجاح بيجي من غير تعب. بالظبط بطوله قويه وعلى ارضنا مستعدين لها بدري الحمد لله. بالظبط يعني قدمنا حوالي 8 شهور. انا شايف ان الكابتن مش مقتنع ان هم بدري. بدري خالص معلش. انتوا اللي شايفين دي هم شايفين ان ده تعب، بس صدقوني البطوله والانجازات ما بتجيش غير من عارف طبعا. يعني اكيد يعني. فهو بس انا غاده هسالك حاجه برضو، انت مسلك الاعلى مين حراسه المرمى؟ كابتن بيسا، وبعديها ندى، ندى مجدي. جميل. طب ده بالنسبه للسيدات، بالنسبه للرجال شايفه مين احسن حارس، حارس مرمى او اللي نفسك تبقى زيه؟ الروبي. الروبي بس الروبي يمكن حضرتيه بيلعب كتير ولا؟ حضرتيه بيلعب كتير. هو كان حارس مرمى منتخب مصر ما شاء الله، حارس كبير كبير جدا جدا. طب قولي لي يعني انت كنت بتتكلمي في نقطه حلوه جدا يمكن قبل مداخله كابتن بيسا، حته طبعا تسليم الاجيال يعني وفي وجود ثلاث اجيال في الفريق. شايفه ده يعني مدي باور ولا لما يبقى في جيلين بس، جيل طالع وجيل او كبير بيكون احسن؟ لا طبعا شايفه ان ثلاث اجيال ده هيبقى حاجه كويسه، وكمان تبقى تدعيم للكبير بحيث ان هو يبقى شايف دايما شايل المسؤوليه ان انا لازم ادي في الملعب، وللصغير بحيث ان هو برضو انا وصلت المكانه دي شايف ان الكابتن بيسا وكابتن ياسر مثلا واثقين فيه لازم ابقى اكون قد المسؤوليه، فبيدي برضو في الملعب، فده بيطلع عائد علينا احنا في الاخر ان احنا بنحقق، بيبقى شكلنا كمان كويس، فدي بتبقى شايفاها حاجه كويسه جدا يعني. بس اشتركتوا مع المنتخب قليله قوي برضو. بالنسبه للمنتخب سيدات درجه اولى هو ما فيش يعني من قليله جدا من 2012. كان في بطوله المفروض تبقى السنه اللي فاتت اتلغت على اخر فترات يعني. دلوقتي هم مهتمين بالناشئات اللي هم جيل 98 وان شاء الله ربنا يوفقهم، هم جيل كويس قوي. وفي دكتوره باين في مجلس الاداره يا كابتن، هي الدكتوره هورا امين طبعا. هي المتبنيه الموضوع ده كل التوفيق ليها. احنا لما في حد بيعمل حاجه كويسه بنقول يا كابتن على بس ما تقولش لا، هي عامله شغل كويس وبامانه قالت هبتدي جيل صغير عشان اوصل بيه افريقيا. بس يمكن غدا لما تحققوا حاجه يا رب يا رب ان شاء الله افريقيا هتفتحوا نفس الناس ان نرجع للمنتخب مصر. اكيد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طب اجي لك بقى اسماء يعني انت مين مسلك الاعلى؟ لا انا مسلي الاعلى احمد الاحمر، هو مش بيلعب في مركزي بس انا معجبه بالستايل نفسه يعني هو ده يمكن اكتر حد. طيب ومين على مستوى السيدات؟ السيدات بسابكوا بعدين ما فيش يعني. هو طبعا يعني هو مشكلتي انا مش بعجب بحد في مركزي يعني، لو انا بس بيعجبني طريقه لعب حد فانا بحب ده. اسلام مثلا ايه؟ زي مثلا مثلا هو لا عشان هو عنده فوت ورك كويس، ويعني هو تقريبا انا عشان بعدي اكتر او يعني مش بشوط كتير من بره فهو ما يعني شبه الستايل اللي بس احنا عندنا ازمه في مصر الشوي من بره قليلين جدا سواء الرجال او السيدات. لا الرجال فيه اكيد لكن لا. السيدات شويه. لا والله عندنا كابتن عاصم حماد عنك، في عندنا مصطفى خليل، في عندنا مندوح، لا فيها اسلام برضو مش يعني ممكن بره. بس مواقف الملعب هي اللي ما بتخليش الولد بس مواقف بس هم يعني انا كان معايا كباتن مصر هنا في استوديو قالوا دي مشكله عامه مش في الاهلي، قصدي عامه على مصر، الشويطه الطوال اللي من الخط الخلفي قليلين قوي. لا في والله اجيال طالعه كويسه. لا في نتمنى يعني. سواء بتقول لي انا بخترق اكتر وبتاع فجت في دماغي النقطه دي يعني حته قله الشويطه او بتاع، ولعلمك دي برضو بتبقى اجيال على حسب الجيل يعني. ممكن تلاقي جيل كامل طلع، في جيل ذهبي طلع كان في شويطه كتير، في جيل ما طلع يعني بتبقى على حسب الصدفه. هو ما شاء الله كمان جيل 98 في ناس كتير بتشوط من بره يعني. بس انت حضرتي الجيل ده؟ اي ما هو بعدين. لا انا بتكلم الجيل اللي كان بيلعب سنه 99. لا حضرتيش الجيل ده. ريشه وحسين زكي بس في قبليهم جيل كمان عطار و طيب احنا معانا كابتن الفريق طبعا اللاعبه مي الشام. ازيك يا مي؟ اخبارك عامله ايه في التمرين يعني طمنيني. كله تمام الحمد لله اظن يعني. متجمعين من ورايا. هم بس قال لك كده نعمل ريليس شويه من التمرين. اخبارك يا مي عامله ايه؟ طمنيني اخبارك. كله بخير والله يعني، في اصابه كده خفيفه بس يعني معاهم. خير طمنينا. خير. لا يعني حاجه بسيطه في اخر رجلينا كده خفيفه وان شاء الله يعني
ننتظم بقى في التمرين باذن الله على اول الاسبوع كده ان شاء الله. طب انت شايفه يعني الاستعدادات للموسم الجديد ايه؟ يعني البطولات اللي انت جبتوها السنه اللي فاتت اكيد بتبقى حمل عليك، وزائد يعني طموحاتنا واحلامنا معاكوا بتكبر، شايفه ده ازاي؟ والله احنا استعداداتنا باذن الله في الفتره الجايه كبيره، يعني كابتن ياسر معاكوا يمكن هو افضل مني يتكلم في الموضوع ده، بس الـ الانجازات اللي احنا عملناها السنه اللي فاتت هي عبء مسؤولية كبيرة علينا بشكل معنوي، ان احنا ما ينفعش نكون اقل من السيزون اللي فات. فيمكن كمان طموحاتنا اكبر لان في تمثيل اكبر اكيد، فده يعني شويه عندنا مسؤوليه وربنا يكرم. احنا يعني مع كابتن ياسر وكابتن بيتا وعلى الله يعني يا رب ان شاء الله. ماي قولي لي انت بتاخدوا كام يوم اجازه من التمرين في الاسبوع؟ بلاش السؤال ده بلاش كده، شكلنا هنكمل معاك بعد يا ماي. قولي الحقيقه يا ماي، يعني بيسيبك ولا كابتن ياسر معانا؟ لا والله والله كابتن ياسر الصراحه بعد مراتي بيبقى يومين بنات الصيف طيب وعايز تخرج وافراح وعيال بنات. الصراحه من اول السيزون وهو معانا قال لنا خلاص مفيش مشكله في الفتره الاولانيه دي، طالما لسه ما بداناش ماتشات والتزامات هنعمل هناخد يومين اجازه. والصراحه يعني حاجه يا مي جدا يا مي يومين يا مي يا مي قولي الحقيقه يا مي بلاش. بص والله العظيم الحقيقه ما قدامك اهو. لا انا معاك يعني، لا لو لو يومين اجازه ده ما عندناش مشكله كده، البنات هنا قاعده بتصرخ من قوه التمرين. كانوا يومين اجازه لغايه نص التمرين. لا لا بص ما فيش انا بصراحه في حته كده هقولها فنيا ما ينفعش ان احنا ناخد ايام كتير اجازه. لان بتبقى فتره الاعداد بيبقى في احمال معينه. صحيح. اكتر من يومين دي حاجه بتبقى مش كويسه للعيب. صحيح صحيح. يمكن دي فيمكن الكابتن بصراحه ليه وجهه نظر في الموضوع ده، وانا حتى يعني بصراحه اتكلمت معاه ان احنا نغير ايام الاجازه ايام ثانيه. بس هو بصراحه اقنعني وانا انا واضح تاخدي مكافاه. بس بيقول لك بيقول لك ليكي مكافاه اهو ان شاء الله تاخدي يوم زياده عن البنات. يا رب مي الشام طبعا كابتن الفريق بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني، عجباني الروح اللي ما بينكم يا جماعه، وازاي بتهزروا وازاي يعني واخدين الموضوع فني. بنهون على بعض. بتهونوا على بعض، بتهونوا على بعض العذاب الاليم. يعني طبعا بتهونوا على بعض عذاب التمرين الاليم. ايوه عشان نعرف نكمل التمرين بالنسبه لنا ثلاث ساعات طبعا، قبليها بساعه وقبليها بساعه، فهو خمس ساعات من اليوم. بس يعني برضو بصي يعني انا طول عمري بقول طالما المجهود او الوقت بيروح في حاجه بلاقي فيها في الاخر مقابل بتبقى يعني اكيد. يعني هو الفكره كلها احنا بجد حاطين قدامنا، يعني مش عايزه اسبق احداث، ان احنا يعني ثلاث بطولات بتوع هنا بتوع مصر، الدوري والكاس والمنطقه، احنا واخدينهم بجد كفتره اعداد لينا نعرف فيها فعلا احنا فين. لبطوله افريقيا يعني هي فعلا هو الهدف للفرقه كلها هو بطوله افريقيا، واحنا مش عايزين اي حاجه ثانيه. طبعا طبعا لان ده حلم كبير، وزي ما كان نفسنا حلم سوبر الولاد او الرجال الموسم الماضي حققوه لنا ودخل دولاب البطولات البطوله لاول مره تيجي يعني. وزي ما كابتن بيسا قالت بقى ان من سنه 79 تقريبا يا كابتن ما دخلش حوالي 30 سنه 30 سنه بس ان شاء الله قدها باذن الله. طب كابتن ياسر برضو البنات دايما مظلومين، يعني انا دايما بقول كده ليه؟ لان الاحتراف يمكن غطى في الرجال قوي عن انتقالات البنات والحته دي، شايف ده ازاي؟ وشايف ازاي يعني نخلي عندنا الناحيتين ماشيين زي بعض؟ بالنسبه لنا احنا كنادي اهلي تمام، يمكن في ساعات بيحصل دورات في الامارات تمام، عندي غاده بتطلع، عندي نور ياسين طلعت، عندي يارا طلعت تمام، الماتشات دي برضو ماتشات كويسه. مشكلتنا ان مفيش منتخب كبير، وكان لما اتعمل منتخب كبير للدرجه الاولى سيدات مرانه شهر وبعد كده هي مش البطوله اللي اتلغت، هي الاتحاد رفض ان هو يروح لان الناحيه الماديه يعني فده طبعا بيبعدنا كتير وبيأثر علينا كأندية كمان، ان احنا لما بنيجي نخش زي بطولة افريقيا او بنبقى بعاد شوية طبعا.
بس اعتقد اننا يمكن السنه دي الخطوه اللي احنا كنادي اهلي خدها لما جه عقد لغاده انها تلعب دوره في اللي هي بتاع دوره وديه يعني مباراه عين في الامارات وديناها وفي اسراء يارا ونور ياسين فالنادي ما بيمنعش وبيطلعوا وبيرجعوا بيبقى كانه برضه يعني احتكاك برضه مساعده برضه كمان بالظبط للاعيبات ما يحسوش ان الموضوع بس احنا عندنا في رحاب جمعه برضه يعني بنت النادي الاهلي بتهيألي رحاب وعندنا مروه عيد اخت نصر عيد تمام نصر كانت معايا هنا في بالظبط السنه الموسم اللي فات وهي كمان جول كيبر في كره القدم الجول الوحيد اللي بياخد كارت اصفر لا بس هي ما شاء الله يعني كان صعب ان هي يعني جول كيبر ويعني في كره القدم بالظبط وكانت مواظبه بين اللعبتين وكنا عم نمشيين لها بنساعد انها تقدر تلعب كره القدم وكره يد بس رحاب جمعه برضو يعني ماشيه كويس فرنسا انا متابعها كمان متابع ماتشاتها ومتابع احتكاكاتها نتمنى يبقى عندنا 20 رحاب جمعه عندنا ان شاء الله باذن الله بطوله افريقيا ده هيبقى بالظبط كده هيبقى موضوع جديد للعيبه في مصر بالذات في مروه ورحاب وان شاء الله برضو مروه ورحاب ربنا يسهل ويبقوا معانا برضو في كلام كده شفت يا جماعه خبر حصري اهو يعني ان شاء الله نستعين باولادنا وبناتنا محترفات بالخارج ان شاء الله ويا رب طبعا عمرهم ما يتاخروا يعني على وجودهم بالنادي الاهلي زي ما بيسموهم الطيور المهاجره يعني غدا قولي لي انت مش حابه الاحتراف حاطه في دماغك حاجه زي كده خاصه انت خلصت دراستك هيبقى عندك الاحتمالات احترافك اعلى شايفه ده ازاي؟ والله يعني لا هو انا بالنسبه للاحتراف حاطه الاحتراف ده برضو هدف من اهداف يعني كان ممكن يبقى في حاجه السنه دي بس هو كان في بعد ازمه الكلام السنه دي كانت غاده جات لها فعلا عقد بره في الامارات اكيد قعدنا معاها وشافوها كانوا عايزين بالظبط قعدنا معاها قلنا طب خلاص نخليها بعد بطوله افريقيا ان شاء الله مش هنقف في طريقها وهي بالعكس هي اللي رجحت وقالت لا خلاص طالما بطوله افريقيا عندنا هنا فانا هقعد السنه دي نادي ايه نادي هناك في الامارات عايز عادي يعني لا عادي جزيره الاماراتي عادي جزيره انت كان هو يعني بيتهيألي ادائك في الدوره الوديه يعني شجعها هي المدربه بتاعت النادي جنسيتها يعني. جنسيه جزائريه هي اللي شافتني يعني وعرضت عليا يعني ان هي تساعدني في موضوع الاحتراف بعد ما شافت ان انا اصلا عندي نيه ان انا اسافر واحترف ولما جيت قعدت مع كابتن بيسا وكابتن ياسر بعد ما رجعت من السفر كان اول سيزون قلت لهم يعني ان انا عندي نيه وان انا عايزه اسافر واحترف قالوا لي استني السنه ديت عندنا بطوله افريقيه وعايزين ناخدها والنادي هو اللي كمان اللي هينظمها ما ينفعش انا عايزه ادعم مش بنقص حد من الفرقه طبعا ما اقدرش اكيد سكتوا وقلت بالظبط قلت ساعه يعني هي اولا في الاخر يعني بالظبط لا خالص يعني هو انا كده اوريدي لسه بحضر في رسالتي فقلت خلاص هي كمان سنه لما حتى هياخد بطوله افريقيه لا انا هعرف كمان مستوايا فين ممكن بدل ما يجيب لي حاجه مثلا حاجه احسن بالظبط تفكير منظم وهايل برافو عليك ربنا يخليك اسراء انت ناويه تحترفي ولا ايه؟ يعني هو مفيش حد مش هدفه الاحتراف بس انا حاليا يعني في الكليه ويعني مفيش مجال اسراء تعبانه من الدكاتره هناك بس خلاص انت ايوه انا نفسي اوجه رساله لوزير التربيه والتعليم تانيه مدني كده مدني خلاص قدامك سنتين بس ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا عدى على خير على طول هي عايزه تكلم وزير التربيه والتعليم لا وزير ايوه بجد تكوني فرصتي طب يعني هو وزير التربيه والتعليم هو بتاعته وزير التعليم العالي هو اللي ليه القصه الموضوع ده يعني بس هو طبعا مأساة احنا عايشينها يعني. ايوه بجد احنا بنعمل حاجه كويسه ان احنا نعرف ان احنا نمشي الدراسه مع الكليه بس ما بنلاقيش تشجيع من الدكاتره ولا مساعده حتى يعني مش تشجيع ان احنا ناجل يعني انا عندي في كليتي تسليم شتات كتير وحاجات كتير ما بيعملوش اي اكسبشنز لحد حتى لو جبت له جواب من النادي يعني ده مش مقتنع بالكلام ده. ده قرار وزاري ما بيمشيش هناك. ما هو ده. يعني حتى لو قرار وزاري ما بيمشيش عندنا. مشكله للاسف مشكله كبيره. فهي مشكله بجد نفسي حد يحلها عشان ان شاء الله تتحل بالاراده انا كنت هندسه زيك كنت هندسه القاهره كنت بعاني من اللي انت بتعانيه بس
بس عدت وخير يعني. طب اشتغلتش هندسه؟ مفيش حد ما يشتغل نفس اللي بيطلع. لا واشتغلت وما اعتزلتش، محتاجه شويه اراده ان شاء الله. انا شايف ان عندك الاراده دي موجوده خسارة. بس برافو عليك ان انت بتفكري كده، وبرافو ان انت يعني حاطه ده تارجت عليكي ومش هيعطلك. خلي بالك ان انت تشتغلي حتى بالهندسه. لا مش هتعطلي، بس يعني برضو عايزه اقول حاجه، ان انا فعلا بمساعده ماما بجد انا ما كنتش اصل يعني كنت ما كنتش عارفه اوصل لده، لانه انا فعلا حقيقي انا كليه والتمرين والبيت بقى ماما عليها كل حاجه، فهي بجد انا بشكرها بجد جدا عشان هي بتتعب معايا قوي بشكرها. يا رب بجد. ما هو الاب والام بيبقى لهم دور كبير جدا يفرغوا الولد او البنت لهدفهم لطموحاتهم. طبعا هي من وانا في اولى ابتدائي معايا في التمرينات. لا واحنا بنشكرها معاكي، لان انا عارف قد ايه الام والاب بيتعبوا جدا معاكوا، وانت ما كنتيش هتوصلي ولا هتقعدي معانا كده الا وتتكلمي بالثقه وبالنجاح ده الا ما يكون في اسره كامله وراك. طبعا نوجه لهم الشكر كمان. وانت كمان انت بقى ايه، بابا ولا ماما اللي تعبانين معاكي يا جدع؟ ماما. انت برضه بابا اللي تعبان؟ ماما واختي. انت سحلاهم مشاكل واصابات بقى وكله. يعني ماما عانيت كتير معايا من الاصابات، ان جات لي عليا فتره اصابتين جات لي في سنه واحده. كانت مره غضروف ومره صليب وغضروف. واختي بحكم ان هي برضه بتلعب معايا اصغر ولا اكبر؟ اكبر. بتلعب معايا في الفرقه برضه معانا في الفرقه. ما شاء الله. فهي دايما ساره واخده جانب النادي ومشاكل النادي والدراسه، عشان هي برضه يعني هي بتحضر الدكتوراه، فهي واخده نفس الكارير يعني. وماما بقى في البيت واصابات ومشاكل ويا ماما مش قادره والكلام ده. ربنا معاكم ويوفقكم يا رب. كلمه اخيره بقى كده في نهايتنا توجهيها لجمهور النادي الاهلي. ان شاء الله يعني الاول بشكرهم كلهم اللي هم بيدعمونا، وتاني حاجه بتمنى وجودهم تاني يرجع تاني في الماتشات بتاعتنا اللي هنا، وبوعدهم ان شاء الله ببطوله افريقيه قريب يعني إن شاء الله. ونفرحهم بيها ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرهم وبجد بتمنى ان هم يبقوا معانا في الماتشات، عشان هم حافز كبير لينا، واحنا عاوزين نفرحهم وعاوزين نفرح النادي الاهلي كله بالبطوله دي. احنا بجد عندنا امل كبير ليها، مع انها فعلا حاجه صعبه وكبيره عشان ما شاركناش فيها، بس ان شاء الله يعني نجيبها ان شاء الله. انتوا قدها ودي يا رب. تناسب كلمه لجمهور النادي الاهلي اللي بيتابعونا، واللي احنا يعني نبقى سعداء لما بيأزروا ان شاء الله. زي ما رجعنا السوبر للنادي الاهلي باذن الله، باذن الله نوعد ان شاء الله بالدوري وبطوله افريقيا باذن الله. باذن الله. كابتن ياسر صلاح مدرب العام، شكرا جزيلا طبعا الفريق الاول السيدات كره اليد، شكرا جزيلا نورتني وكان لقاء ممتع بصراحه. ربنا يخليك يا استاذ. شكرا. اهلا بيك طبعا غاده، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. شكرا. شرفتيني. جود لك. ربنا يوفقك اذا كنت مع الاهلي او في رحله احتراف يا رب ان شاء الله. اسراء نورتيني يا باشمهندسه. شكرا. يعني ربنا يعينك على اللي انت فيه. يا رب. نورتيني. شكرا. ربنا يخليك. شكرا. اعزائي المشاهدين انتظرونا، هنروح لفقره جديده، هنستقبل الكابتن ايهاب الالفي المدير الاول لفريق كره السله للسيدات، هنتناقش معاه عن الانجازات، عن اللي كانت الموسم الماضي وازاي تم تحقيقها، وهنتكلم معاه عن استعداداته للموسم الجديد والصفقات الجديده. ما تروحوش بعيد، اكيد حلقه تهمكم وفيها فقره كمان تهمكم. اهلا بحضراتكم من جديد، انضم لنا في استوديو الكابتن ايهاب الالفي المدير الفني للفريق الاول للسيدات لكره السله بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا فارس. منورنا. الله يخليك. ايه الاخبار؟ طمنا عليكم. الحمد لله كله تمام. الحمد لله. يعني السنه اللي فاتت كان الموسم شهد نجاح طبعا، اكيد بدون شك يعني محدش ينكره. الموسم الجديد سقف او طموحات الناس معاكوا عليت، الاستعدادات؟ الحمد لله طبعا، يعني بعد الموسم اللي فات اكيد ان شاء الله الطموح اكبر ان شاء الله، ان احنا ننافس بقوه على البطولات المحليه، بالاضافه ان شاء الله لبطوله افريقيا ان شاء الله. عندنا رغبه كبيره يعني جهاز فني ولاعبات ان احنا نشارك في بطوله افريقيا ان شاء الله، وان شاء الله احنا بنتمنى ننظمها، مستنيين بس ان شاء الله قرار مجلس الاداره يا رب ان شاء الله بالموافقه على التنظيم، لان في ترحيب من الاتحاد الافريقي وفي رغبه كبيره بعد نجاحنا في بطوله افريقيا للولاد، فان شاء الله يحصل الموافقه وناخد تنظيمها، وان شاء الله في فرصه كبيره ان احنا
ننافس عليها بقوة بإذن الله، هتبقى على ملعبنا وأرضنا، هيبقى في فرصة كبيرة جدا إن شاء الله. طب أنا عندي شوية قضايا كده، يعني قضايا الساعة زي ما بيقولوا معاكم، عايزين طبعا أكيد نطرحها. أخبار تجديدات اللاعبات إيه؟ والله التجديدات لسه شوية. احنا الباسكت كابتن هيثم، عشان بس نوضح للناس، احنا العقود بتبقى عقود بين البنات والنادي، ما عندناش احتراف، ما فيش عقود اتحاد زي الولاد، ودي مشكله شويه. ف البنات بنعمل لهم عقود داخليه، الحمد لله معظم الدنيا كويسه. عندي بس هلا مصطفى لسه ما جددتش، هي موجوده في النادي ولعبت السنه اللي فاتت، نص الموسم او ثلاث ارباع، وجت كملت مع النادي الاهلي، لعبت معايا في الاول وجالها عقد احتراف كويس، وسافرت النادي ما وقفش معاها، يعني ما وقفش ضدها، حبت تاخد تجربه الاحتراف وسافرت لعبت في احترفت في لبنان، ورجعت لعبت معانا النهائيات وكان لها دور كويس جدا وادت بشكل كبير جدا، و من يعني كان لها دور كبير في قبل ما تسافر وبعد ما جت من السفر بصراحه. يعني هي الوحيده اللي هلا مختلفه شويه، ان هلا لها طموح ان هي تلعب بره، وفعلا هو بيجي لها عروض بره، يعني على اتصال بيا على طول يعني، وامبارح لسه واخدين بطوله عربيه. الف مبروك ليها. كانت هلا مصطفى ونور علي طلعت ورانا عبد الظاهر. ورانا عبد الظاهر مظبوط كده، فاخدوا البطوله العربيه امبارح كمان وظهرت بشكل كويس. فانا كل قلقي بس ان هي يجي لها عرض كويس وتسافر، لان البنات احنا ما عندناش يعني هو التاجيل في التعاقد مع هالة يمكن من ناحيتها شويه انها منتظره فرصه يعني احترافيه جيده ليها. لا عشان اكون برضو نتكلم بصراحه وشفافيه مطلقه، هالة هي محترفه بتاخد فلوس كتير بره، فهي قالت لي لو يعني نص الفلوس او قربنا شويه يعني من حتى من نص الفلوس، انا حابه ان انا العب في النادي الاهلي، وحابه ان انا اعمل سي في جوه النادي الاهلي. وبعد ما شافت الاجواء السنه اللي فاتت، واحنا خدنا الدوري المرتبط الحمد لله وكاس مصر بعد غياب سنوات، ولعبنا خسرنا ماتش فاصل في الدوري السوبر بفرق باسكت، هي عندها رغبه ان تلعب معانا افريقيا السنه دي، وعندها رغبه ان هي تاخد الدوري مع النادي الاهلي وتعمل لنفسها تاريخ، وهي حابه تلعب السنه دي في مصر بصراحه. اكيد واكيد النادي الاهلي مش هيتاخر. لا طبعا الاهلي ما بيتاخرش، وفي يعني تفاوض وان شاء الله باذن الله قريب ان شاء الله هلا تكون موجوده. طيب باذن الله. مين تاني عندنا بيجدد غير هلا؟ لا كل البنات بقى يعني موجوده، حاجات يعني روتينيه بس ووقت يعني، ان شاء الله نور علي طلعت موجوده، ورنا عبد الظاهر موجوده، كل ساره وفرح كله، ودينا عمرو موجوده. طيب سهيله موجوده. طيب وهل بعت حد اعاره السنه دي؟ والله لسه موضوع الاعاره ده برضو من المواضيع اللي احنا يعني بنستحدثها في عارف ازاي انا كل حاجه في البنات بنستحدثها شويه، لان بص يا كابتن عايزين نطلع لنا بنات كويسه. صحيح. يعني صراحه انا لعبت سبع بنات تحت 18 سنه السيزون اللي فات، ادوا بشكل كويس، لعبتهم ماتشات مش متمرنوا معايا بس، يعني اتمرنوا يعني طول الموسم بيتمرنوا، وسبع بنات ادوا ولعبوا ماتشات. في ناس ظهرت بشكل كويس جدا، وناس ادت يعني على قد امكانياتها. السنه دي هم طالعين، وانا السنه اللي فاتت مطلعين سته مواليد 98، طالع لي السنه دي مواليد 99. مش هينفع تستغنى عنهم يعني؟ طبعا. فهي بتبقى بنفكر يعني طبعا مع رغبه البنات طبعا الاولى ان هم يطلعوا اعاره سنه، بحيث ممكن السنه الجايه ياخدوا خبره اكبر، بدل ما ممكن حد يتسجل وما يكونش ليه فرصه كبيره في اللعب، فبياخد خبره يلعب بره ويرجع تاني بيته جدا، والاستغناء بتبقى موجوده، وكل حقوقه النادي الاهلي هو اللي بيضمنها يعني. طب وده بالنسبه للاعارات، ان انت في بنات طالعه كويسه. طيب برضو سمعت ان انت برضو بدات في لاعبات كانوا بعيد عن الفرقه، بدات ترجعهم تاني، بدات تضم اكتر عناصر في الاعداد، اتكلمنا عن ده برضو. طيب يعني كان عندنا البنات اللي كانت السنه اللي فاتت، كانت منى يحيى كانت خرجت السنه اللي فاتت للاعاره، لان هي كانت جامعتها بعيد جدا عن، هي في الشروق، فمشوار بعيد جدا جدا، فكانت مرهقه، ف يعني قعدنا مع بعض ووصلنا لحل ان هي ممكن تلعب يعني جنب الجامعه في الشروق ده، في هليوبلس بيتمرن في الشروق، فلعبت السيزون اللي فات هناك، والاعاره كانت موجوده جوه النادي وكده.
ولقطات يا كابتن ايهاب نهائي الكاس طبعا فزنا بنهائي الكاس وكانت لحظات حلوه جدا جدا وغطيناها على قناه طبعا. اتفضل طبعا. وانا صراحه يعني من ضمن الحاجات اللي انا بشكر فعلا القناه عليها جدا ان البنات ما كانش حد يعرفها هيثم. دلوقتي بدات ان البنات لما بيروحوا النادي الناس بتعرفهم بالاسم. من يعني كنت حريص جدا ان النادي ينقل المباريات والماتشات لان البنات بعيده جدا. يعني كابتن فرقه دينا عمرو بسالها اللي هي في الصوره قدامنا بسالها بحضرهم نفسيا يعني لازم لما تشيلي الكاس زي ما شلتي قبل كده والدوري. قالت لي كابتن ايهاب انا يعني الجيل ده كله ما حدش خد فينا لا كاس ولا دوري، احنا خدنا المرتبط بس الجيل كله. ما هو خلي بالك برضو ده يعني قناه النادي الاهلي بيتكم وده مكانكم الطبيعي. يعني احنا ما بنعملش غير واجبنا لحقوقكم، يعني ما بنعملش اكتر من كده. ودي هذه من الحاجات اللي بتساعد البنات ان خلاص هم كانوا زمان سبورتنج مسيطر على البطولات، فبقى دلوقتي لا ده القناه ودايما ورانا، القناه على طول متابعه الماتشات بتاعتهم بتذاع فبيبتدوا يتفرجوا فبدا فكرهم يتغير شويه. لا ده الناس بتشوفنا دلوقتي، الناس ممكن على حتى كمان على الفيسبوك وعلى وعلى موقع النادي الناس الجمهور بيخش يعلق، فالتعليقات دي بتوصل للبنات. ما بالك بقى لو انت دلوقتي الماتشات بتتذاع وكمان انتوا بتعدوها اكتر من مره، فدي بتديهم معنويات وحاجه نفسيه. يعني لازم شكلي يبقى احسن، لا احنا لازم نكسب. دي كمان في حفله ملوك الصالات دي من ضمن الحاجات يعني برضو حفله كبيره لاول مره تحصل ما تتخيلش سعادتهم. لا واحنا كمان جينا بعد احنا ما توفقناش في الدوري فجينا كمان بعد الدوري فقد ايه حسوا ان النادي حاسس مهتم وصراحه لان النشاط رضا على طول اسمع معانا من الاول من دي 1 وهو يعني صراحة يعني كابتن عاصم السعداني من أول يوم هو عارف ظروف الفرقة وعارف إن إحنا بنبني فرقة بس إحنا كمان طماعين شوية، إحنا كنا بنبني وبننافس. فهو مهندس عاصم السعداني دؤوب دؤوب جدا وأنا بصراحة بحييه يعني إن هو طبعا. كل الماتشات متواجد في التمرين متواجد والله مش بقول كده حتى مش عشان البنات. انا ما شفتش مدير نشاط رياضي بيحصل كل الالعاب على بيحضر ماتشات 14 سنه اولاده بنات وعارف انا بروح الماتشات اتفرج بلاقيه متواجد وقاعد وبيشوف وبيتفرج وفي التمرين. يعني هو بيجي يقعد في التمرين يشوف التمرين وهو برضو عارف مدير فني وخبرات كبيره ويعني كمان مدرب اتحاد دولي يعني ليه نظره كمان تدريبيه. يعني هو بيبص بعينه وما بيتكلمش في حاجه، كل اللي بنطلبه منه بصراحه الحمد لله لحد الان ما فيش حاجه انا طلبتها منه غير ما بتحصل او ان هو بيكون سبورت جدا 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 في حدود الامكانيات الموجوده جوه النادي. برضه يعني ريم موسى طبعا رجعت للنادي بتاعها في اوروبا برضه اكيد هتخسر مجهودها. والله ريم انا بشكرها يعني وبحييها ان هي جت السيزون اللي فات بسرعه جدا وجت يعني في توقيت سبحان الله يعني مهم جدا وكان لها دور معانا في كاس مصر ان هي لعبت معانا التلات مباريات بتوع كاس مصر ولولا اصابتها في الماتش السموحه قبل الفاينل قبل يعني الماتش الفاينل وقبل ماتش الاخير في الدوري اللي هو الماتش الفاصل يعني كانت ممكن الامور تختلف يعني. لكن انا بحييها وبشكرها من اللعيبه المحترمه الملتزمه اللي فعلا بتحب النادي وهي عندها استعداد برضو ان شاء الله في بطوله افريقيا ان هي تكون متواجده ودي هتكون ميزه لينا لان ريم ممكن اسجلها في القائمه المحليه فمش هتخش كمحترفه فهيبقى عندنا ميزه كمان لو استعنا بمحترفات مع ريم مع هاله مع نور مع دينا وسهيله كل الفرقه الموجوده صراحه هيبقى لنا يعني هنبقى فرقه قويه أكيد جدا أكيد. ان شاء الله طبعا. ومعانا انضم لنا على الهاتف كابتن الفريق دينا عمرو. ازيك يا دينا؟ ازيك يا كوتش هيثم؟ ازي حضرتك؟ انت اخبارك ايه؟ طمنيني عليك. انا الحمد لله انا تمام. ازي حضرتك؟ قولي لي يعني عاملين ايه في التمرين؟ كابتن ايهاب شدد عليكم ولا الدنيا مريحه شويه والاخبار ايه؟ لا طبعا كابتن ايهاب شدد علينا جدا عشان ان شاء الله عايزين نبدا السيزون ده بشكل مختلف يعني ان شاء الله بنتمنى ان احنا السنه دي ناخد بقى الثلاث بطولات يا رب. طب دينا قولي لي يعني انت السنه دي السنه اللي فاتت الحقيقه انتوا حمستونا رفعتوا يعني سقف طموحاتنا واملنا معاكم، يعني انت شايفه السنه دي نفسك في ايه تحققي؟ باذن الله طبعا اكيد يعني ان شاء الله ناخد الثلاث بطولات وكابتن ايهاب طبعا هو بيحاول يعني يخلينا نشارك في البطوله الافريقيه وان شاء الله يعني يا رب نقدر ان احنا نحقق حاجه فيها كويسه.
طب قولي لي يا دينا، يمكن انت مريتي بكذا يعني عصر الكرة السلة في النادي الاهلي بحكم انت كابتن الفريق واقدم اللاعبات بالفريق، شايفة يعني الاهتمام من النادي الميديا، يعني شايفة ازاي انتوا الموسم ده والموسم اللي فات يعني شايفين حاسة بروح جديدة، يعني كلميني انت حاسة ايه بفرق السنتين دول؟ اكيد طبعا احنا حاسين بفرق يعني كويس قوي، خصوصا ان احنا لما لقينا دعم من النادي الاهلي ولقينا الناس فرحانه بالمكسب بتاعنا وكده، دي اكيد حاجه حمستنا جدا. وطبعا شغل الميديا السنه يعني السنه اللي فاتت وان شاء الله كمان السنه دي بيدينا يعني بوزيتيف انرجي ان احنا نكمل وان احنا نستمر في اللي احنا فيه ده، فاكيد حاجه كلنا بنفرح بيها قوي يعني، اما خصوصا ان احنا لقينا حد مهتم بينا وعايزيننا نبقى كويسين يعني. طيب يعني قولي لي برضو يعني اكيد انتوا عندكم يعني مشاكل، حاسه ان في لا هنبقى احسن لو في كذا، طب انت شايفه ايه يعني الحاجات المشاكل العاجله ككابتن فريق محتاجه تدخل سريع؟ مشاكل طب من ناحيه ايه بالظبط؟ من ناحيه مثلا تعاقدات، من ناحيه محتاجين دعم، يعني انت شايفه ايه القضايا اللي نقلها الفرقه محتاجاها على الوجه السريع؟ هو طبعا كابتن ايهاب اكيد هو اللي ليه رايي في القصه دي، بس يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه، بس يعني بس هو كابتن ايهاب هو ادرى طبعا، فهو انت خايفه الشنده او ايه خايفة. احنا ممكن نكون محتاجينها اكتر، خايفه تتكلمي حاجه على الهوا، بس انا متاكد ان كابتن ايهاب اكيد بياخد رايك، اكيد هو عمري ما اقدر اقول حاجه، خصوصا ان احنا الحمد لله يعني بفرقتنا وكل حاجه قدرنا ان احنا الحمد لله نحقق حاجه كويسه، فاكيد اي حاجه ثانيه هتبقى اضافه لينا واضافه كويسه. اكيد وانا عارف ان هو بيستعين بيك وبياخد رايك يا كابتن الفريق في حاجات كتير، اكيد طبعا يعني بياخد رايك. دينا عمرو كابتن الفريق واحد نجوم الفريق، شكرا جزيلا ليكي، نورتينا وشرفتينا. يعني انت شايف يعني برضو حته بقى قضيه سخنه يعني او يعني الناس بتتكلم فيها كتير وطبيعتها على السوشيال ميديا، مرام اشرف. انا طلبت في اول السنه، انا مرال من السيزون اللي فات وانا طالب ان هي تكون موجوده يعني من نادي مرال، من اللعيبه الكويسه البروميسنج اللي هتكون لها مستقبل صراحه في الباسكت. مرال بتلعب هي بتلعب واحد يعني في المنتخب، لكن مرال تقدر تلعب 1 و 2 3 لان هي ما شاء الله سايز كويس و تقدر تلعب في يعني اوتسايد بلاير، يعني تلعب في ثلاث مراكز كويس جدا. هي من السيزون اللي فات وكان في رغبه كبيره جدا وخلاص من السنه اللي فاتت لحد ما يعني حصل شويه يعني تاخر شويه في المفاوضات، كان السيزون ابتدى ف لعبت في نادي الشمس. السنه دي ابتدينا من بدري وبعتنا رسمي لنادي الشمس، صراحه مجلس اداره محترم الدكتور شاتلة واستاذ طارق جمعه، يعني صراحه من الناس طبعاً يعني بصراحه طبعا واستاذ الدوان واستاذ اشرف عواد، يعني الناس اقصد اللي انا كان ليا تعامل معاهم دايركت ان هم دي رغبه البنت اولا هيثم، احنا لازم من الباب لا واحنا لازم كمان يعني انا لو عايز لازم يكون في رغبه البنت ولازم وافد مجلس اداره صحيح، يعني هو ده الاساس في البنات مش زي الولاد. الولد انت قال حر خلاص عادك تمشي عادك خلاص انا فري فاتحرك، لكن البنات لازم يكون عندها رغبه تنضم للنادي الاهلي. الحمد لله مرال عندها رغبه وباباها ومامتها اكيد مش شايفه في طريقها خالص يعني، ونادي الشمس ده اللي انا بقوله، نادي الشمس طول عمره مش بيقف ضد مصلحه ولاده كان ولاد او بنات. البنت لعيبه مميزه وحصل اتفاق بين نادي الشمس ونادي الاهلي اتفاق مادي وخلص الموضوع، بس هي موضوع بقى على يعني الموضوع بس ياخد شكل تنفيذي باقصى سرعه، لان زي ما انت حضرتك بتقول برضو الموضوع دخل فيه شويه انتخابات في نادي الشمس، بعض اعضاء مجلس الاداره في نادي الشمس بيحولوا الموضوع لموضوع انتخابات للاسف، وده الكلام مش صحيح يعني، لكن احنا النادي الاهلي عنده رغبه وجدي والموضوع خلص ومجلس اداره خد قرار خلي بالك كمان بالنسبه لنا. يعني انا اقول لك على حاجه برضو اكد لك الكلام ده، علاقه نادي الاهلي بنادي الشمس يعني علاقه كبيره، وحتى نادي الشمس تم يعني مريم متولي كانت جايه من نادي الشمس في الطايره يعني في ايه الشامي تقريبا برضو ايه الشامي كانت جايه من نادي الشمس يعني في لعيبات وفي زي ما تحس في توأمة كبيرة. احنا نص لعيبة الباسكت نص فرقة الباسكت من النادي الأهلي في نادي الشمس،
نادي الشمس طالب مننا اكتر من لعيبه في الفولي تقريبا، عشان انا متابع يعني موضوع مرال، يعني ده الطبيعي. النادي الاهلي يعني مليء دايما بالناشئين والناشئات، ولما بيطلعوا الدرجه الاولى بيبقى في عندنا يعني اوفر نمبر شويه، فبيروحوا الانديه كتير منهم نادي الشمس، ففي بينا ده انديه مع بعضها، ده اللي انا اقصده يعني. فانا اقصد ان بعض اعضاء مجلس الاداره خلى الموضوع انتخابات، ان ده كده خالص، ان هو ملوش علاقه بانتخابات، دي رغبه البنت وباباهم ومامتهم، عندهم رغبه ان هم ينتقلوا لنادي الاهلي طبعا، طموحات ثانيه، ويعني البنت عندها طموحات كبيره، ونادي الشمس نادي محترم ونادي كبير طبعا وكل حاجه، لكن هي عندها رغبه، ومجلس الاداره الحمد لله بيتفاوض الموضوع موضوع مادي، وان شاء الله وافقوا ان شاء الله. انا بصراحه يعني وانا من هنا طبعا اكيد بنشكر نادي الشمس، لانه الحقيقه يعني في تعاون كبير جدا جدا، ونتمنى ان التعاون ده يستمر ولمصلحه الرياضه، ده اكيد يعني. هو ده زي ما بيقولوا يا كابتن حسين، انت قلت ايه؟ لمصلحه الرياضه. ولا ان كابتن ايهاب، معلش انا اسف، انت كنت بتقول لهم هنا يا كابتن؟ ده تقريبا كنا في التمرين، عشان هم لابسين النادي، فده ده من الموسم اللي فات يعني. كان هم ما فيش جديه شويه في التمرين على ما اتذكر يعني الموقف ده، طالما انا كنت يعني سيريس شويه كده، ما كانوش يعني في جديه شويه كده، فدايما انت لما بتهزرش دايما انت بتضحكش في التمرين يا كابتن هاني شويه ولا ايه بقى؟ لا والله بصراحه هم يعني والله بجد انا بشكرهم جدا جدا على الموسم اللي فات، لان فعلا انا طول عمري بقول ان هم فعلا رجاله، يعني كان لازم نعمل كده يعني السنين اللي فات، لان هيثم احنا عندنا سبورتنج ده نادي كبير جدا ونادي محترم، وعنده يعني لاعبات خبره كبيره كبيره جدا، وعنده ناشئات طالعين له السنه اللي فاتت كويسين. عايز اقول لك ان الماتشات الثلاث ماتشات او الاربع ماتشات اللي كانوا مع نادي سبورتنج السنه دي ناس كتير جدا تابعتهم جدا. ما عشان كده انا بقول انا ليه بشكر القناه، لان هي عرفت الجمهورنا وعرفت الناس بالبنات دي، فحطوهم تحت مسؤوليه، يعني دلوقتي بقى خلاص بقت كل واحده فيهم مسؤوله. دلوقتي كان هم يجوا من الجامعه يجوا متاخرين، تيجي مش واكل، او لا ما ينفعش هيأثر عليك، فبقينا نغير الثقافه شويه في الباسكت. لا بقى يجوا دلوقتي بدري، لازم تيجي تقعد قبل التمرين بشويه، ما ينفعش تيجي من التمرين على طول تيجي جاري تخش من غير ما يعني وهي متوتره، لا لازم نيجي بدري شويه وتقعدي وترتاحي، وبعد كده نعمل ورم، وبعد كده نعمل استرتشات. هم ما كانوش يعني بيهتموا جدا يعني استرتش قبل التمرين وبعد التمرين، ما كانش الموضوع ده في دماغهم يعني، ما كانش شويه الالتزام هيثم عند البنات. لا خلاص يعني احنا ماشيين كويس كده، احنا لو وصلنا له كده لا كويس قوي، احنا اخدنا المرتبط ده كويس، لا ده لا فانتوا مش كويس، اتخدتوا توا السنه اللي فاتت، ما ينفعش عندنا طموح اكبر. النادي الاهلي احنا الاول يعني، احنا الاول في كل حاجه، فلازم يبقى عندكم الطموح ده. فبداوا بقى مع القناه وصراحه وما شافوا نفسهم بقى حاجه دلوقتي بقى نعمل موضوع الاستاتستكس او السكاوتنج عليهم، فايه ده؟ فبقت كل واحده تطلع تقول لي انا ارقام ايه؟ ارقامها على طول، انا ارقام ايه يا كابتن؟ لا انا عايز احسن، انا عايز كذا 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 بس يعني بصراحه يعني. طيب وطبعا طبعا مع الجهاز يعني بصراحه انا عمري ما كنت يعني نحلم ان احنا نعمل كده، او ان احنا ربنا يوفقنا ونكسب، غير ما يكون معايا صراحه الجهاز يعني بشكره جدا جدا كابتن محمد جهاد الدكتور محمد يعني، وكل الاستاف بقى وكابتن مشير الاداريه ودكتوره راود ودكتوره ريهام، وكان معايا كابتن عصام مخطط الاحمال السنه اللي فاتت، وكان معايا كابتن صلاح المدير الاداري، السنه دي كابتن موسى موجود ان شاء الله يكون برضو اضافه كبيره لنا السنه دي بصراحه يعني. مشيره برضو مش سهله طبعا، مشيره طبعا الاداري، انا قلت الاداري الفريق يعني واداري المنتخب كمان، فانا اقصد في يعني ما تقدرش ابص كابتن هيثم ولا اي مدير فني يقدر يكسب غير ما يكون معاه جهاز كامل وستاف كامل متميز وبيحب النادي وعايز يكسب. صحيح صراحه يعني. طب قول لي يا كابتن ايهاب، يعني انت اكيد كمدرب بقى خلينا نطلع شويه من نطاق الفرقه والتعاقدات الجديده والاستعدادات، انت كمدرب طموحاتك ايه؟ والله انا طموحاتي مدير فني طبعا، انا طموحاتي السنه دي بصراحه مع النادي الاهلي ان انا ان شاء الله اكسب بطولة افريقيا مع النادي الاهلي ان شاء الله، واكسب كل البطولات المحليه، ده هدف بالنسبه لي ان شاء الله، وان شاء الله نفايت عليه السنه دي برغم بقى كل الظروف بقى، مين موجود مين مش موجود، مين متعاقد مين مش متعاقد، في صفقات جديده ولا لا، ده هدف
يعني صراحه قدام ان شاء الله السنه دي باذن الله، ان احنا لازم زي ما قلت السنين اللي فاتت البنات دي تستاهل ان هي تفضل سنين كتير يبقى ابطال مصر وافريقيا ان شاء الله. طيب ده طموحات السنه دي، انا بتكلم على طموحات المستقبل كمان، انت حابب توصل فين؟ حابب تعمل ايه؟ طموحاتك منتخب يعني كلمني عن طموحاتك، يعني افتح لي قلبك شويه. والله ابتسم الحمد لله، يعني الحمد لله انا يعني لعبت دولي ولعبت في النادي الاهلي على مستوى اهلي الحمد لله، سافرت المانيا الحمد لله في لايبزيج، خلصت اولى وثانيه ماجستير ان شاء الله بناقش يعني ان شاء الله قريب باذن الله. فعندي فكل يعني كل الطموحات بقى موجوده، الطموحات بقى ان انا ان شاء الله منتخب مصر عندي طموح ان شاء الله يبقى في نقله ثانيه ان شاء الله يعني قريب يعني ان شاء الله. فطبعا في طموح يعني ما ينفعش ابقى انا مدرب ما عنديش طموح، ما ينفعش لا لا طبعا انا معاك طبعا، فنتمنى يعني ان شاء الله. طب قول لي على الهوا كده صراحه مين مسك الاعلى كمدير فني؟ طبعا مش عايز رد دبلوماسي. لا لا مش رد دبلوماسي، الناس كلها عارفه، هو كابتن اشرف توفيق ده يعني هو اللي علمني الباسكت، هو طبعا مثل الاعلى واخويا الكبير، وهو اللي حاطيني على التراك الصحيح، واول واحد مسكني مرتبط في النادي الاهلي، قيمه كبيره في الباسكت بول، هو اللي عرفني يعني لازم اسافر بره وادرس اي دورات بره، كان هو اول واحد بيشجعني انا لازم اروح ولازم اتعلم، وهو واحنا لعيبه كمان كان دايما بيشجعني ان انا هو شايف ان انا يعني عندي يعني شويه موهبه في موضوع التدريب، والحمد لله انا كمان يعني بسكله شويه بالقرايه شويه والدراسه، فدي حاجه يعني هو دايما كان هو اول واحد شجعني فيها، وانا كنت محظوظ ان انا لعبت معاه حوالي 8 سنين وانا لعيب، فتعلمت منه كل حاجه، ولما بطلت حطيني في المرتبط رجعت لما سافرت من المانيا الحمد لله كان الدوري اللي خدناه 2012 كنت انا موجود معاه، هو كابتن هاب توفيق كان المدرب العام وانا كنت مساعد مدرب مع كابتن اشرف وكابتن ايهاب، فده من حظي يعني ان انا وانا كنت لعيب عاشرت سنوات وانت كنت لعيب في الوقت ده وكنت من العوامل يعني الاول ليك دور كبير مع كل النجوم الموجوده وامين رزيق ومودي الجرحي وشعوض والغنام طبعا والجمال ويعني مش عايز انسى حد يعني ده من احسن السنين اللي بصراحه انا عشتها تدريبيا يعني لان انا وانا لعيب حاجه وانا مدرب معاه حاجه. طب عايز اسالك سؤال، يعني جمهور النادي الاهلي دايما بيتساءلوا وانا الحقيقه يعني بقول عكس كده، هو النادي الاهلي دايما بيقول ان الباسكت او كره السله في النادي الاهلي اقل يعني لعبه يمكن الحصول على بطولات، ودي حقيقه ان احنا اقل لعبه حصول على بطولات لكن برضو عايز اوضح للناس حاجه، ان احنا كان مجلس الاداره على طول النادي الاهلي ما عندناش محترفين يعني في الولاد ما كانش عندنا محترفين، احنا كنا بنلعب من غير محترفين، بنلعب الاتحاد عندهم محترفين، لعب سبورتك عندهم محترفين، بس النادي عدم الاستعانه بالمحترفين يعني فترات طويله لعب الدوري كان بمحترفين فترات كتير جدا صحيح. احنا الفرقه الوحيده اللي لعبت محترفين النادي الاهلي وكان بيبقى طرف النهائي دايما الاهلي على طول، احنا كنا في يعني هتشوف كل السجلات احنا يعني بنلعب فاينل مع كابتن اشرف على طول 15 سنه فعلا هم دول اللي عملوا الفرق، هو ده اللي عمل الفرق، بس لكن تعالى شوف التاريخ يعني كل نادي الاتحاد هو اصل كره السله في مصر طبعا 13 مره مفيش كلام، بس هتشوفهم هتلاقيهم ايه، هات لي اخر 10 سنين في نادي الاتحاد مفيش بطوله يعني ممكن الدوري مرتبط ممكن مره كاس حاجه كده، لكن نفس الكلام للزمالك لا ابعد شويه، لا كل بطولاتهم هيثم بطولات من 20 سنه و30 سنه صحيح. لكن تعالى شوف كل بطولاتنا في لا الاهلي لا الباسكت اتغيرت خلي بالك اتغيرت والمنافسه كبيره جدا، لا يعني لازم بس الناس تعذرنا شويه ان كان في الولاد او في البنات، احنا عندنا فرق بتنافسنا عدد مش فرقه واحده، مش بلاعب مثلا اهلي زمالك مباراه اكثر، لا الوضع مختلف في الولاد والبنات، لا دلوقتي عندك فرق كبيره بتنافسك عدد كبير. طيب معانا تقرير في الباسكت او في كره السله عندنا في النادي الاهلي بيبتدوا الاعداد ليهم او الاعداد من 10 مرحله 10 سنين، الاسبوع ده حصل تصفيات لمرحله الانضمام للفريق 10 سنوات يمكن ليها سن صغير ويمكن بيبتدي قبلها بتسع سنين كمان عشان القاعده الكبيره اللي احنا شايفينها بيبتدي شغل يعني من سن مبكر. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لضيفي في الاستوديو كابتن ايهاب الالفي.
بعد تجديد للجهاز لفينا على الفروع النادي الأهلي المختلفة، فرع زايد وفرع مدينة نصر وفرع الجزيرة. لمينا أحسن اللاعبات في الأعمار السنية المختلفة، وقعدوا حوالي 21 يوم يتمرنوا مع الفرق، وعملنا اختبارات يوم 5-8 للفرق كلها علشان نختار أحسن العناصر الموجودة والموهوبة في النادي الأهلي. وطبعاً الاختيار بيبقى أعضاؤه مدير فني قطاع الناشئات كابتن إيهاب الألفي، مدير فني الأكاديميات كابتن طه الغنام، مدير القطاع اللي هو أنا، ومدرب الفريق الذي يليه، يعني مش مدرب الفريق ذات نفسه للشفافية، بناخد المدرب بتاع الفرقة اللي أكبر منها. هما بيحطوا تقييمهم على الناحية المهارية، الدرجة بتبقى من 25. بعد كده هو بناخد طول اللاعبة وطول دراعها ونحط برضو درجات عليها، ومجموع كله بيبقى هو ده التوتال بتاع الدرجات بتاعها. السن الصغير دوت احنا مش بنبقى بالظبط قادرين نحدد بنسبة 100% اذا كان ده ينفع ولا ما ينفعش. الباسكت من الالعاب الصعبة اللي ما بيبانش في سن صغير قوي اذا كان الولد او البنت ممكن يكمل او لا، فاحنا بيبقى لنا شوية مقاييس كده جسمانية اكتر منها مهارية، الاطراف الطويلة، الطول، السرعة، التوافق يبقى عالي شوية، الحاجات دي مهمة جدا في السن الصغير. طبعا الحاجات دي كلها يعني اغلبها مكتسب ووراثي، بس احنا برضو بنبص عليها في السن الصغير ده. يعني لو عندنا بنت طويلة شوية وبنت قصيرة، الاولوية بتبقى للبنت الطويلة شوية. ممكن تبقى البنت القصيرة ديت مهارية عالية قوي، فده تجبرنا ان احنا ناخدها، يعني دي بتبقى تالنت قوي فما بنقدرش نرفضها، يعني بتجبرنا ان احنا ناخدها. فاغلب مقاييسنا في السن الصغير ده بتبقى مقاييس بدنية شوية اكتر من مهارية. الباسكت لعبة صعبة، مهاراتها كتير ومركبة قوي، غير الفولي غير الهاندبول، عشان كده بتاخد وقت. قصة صناعة البطل ده بتتوفر على حاجات كتير جدا. اولا يبقى مدرب كويس يعرف يسقل المهارات في السن الصغير، لان ده مهم قوي. الولد او البنت كمان يبقوا تالنت، ما انت لو عندك القماشة مش كويسة بس عندك مدرب كويس مستحيل يبقى عندك بطل، ولو العكس عندك ولد هايل قوي وتالنت جدا بس مدرب مش كويس برضو مش هيبقى عندك بطل. لازم يبقى عندك الاثنين، مدرب كويس يعرف يوصل المهارة ويحبب الولد او البنت الصغيرين في اللعبة، ويبقى الولد كمان تالنت وعايز، او البنت كمان يبقوا كده. بداية فترة الاعداد كانت في نص شهر 6، كان في عدد موجود من السنة اللي فاتت من الفرقة حوالي 18 لعيب. عملنا اختيارات من مدارس كرة السلة، اكاديمية كرة السلة، اخترنا الناس المميزين ضمناهم للفرقة. بعد كده عملنا اختبارات الاسبوع اللي فات للفريق كله، وباذن الله على الاسبوع الجاي نكون اخترنا العناصر المميزه اللي هنقدر نكمل بيهم السيزون ان شاء الله. وبدايه فتره الاعداد شغالين ان شاء الله لحد شهر 9 لحد ما بتبتدي المنافسات. طبعا السن ده المنافسات بتبقى الكومبيتيشن قليل شويه، بيبقى التعليم اهم في المراحل السنيه الصغيره، بتبقى المنافسات عباره عن مهرجانات وبشكل يعني يبسط الاولاد، لكن في المرحله دي بيبقى التعليم اهم يعني. اهلا بحضراتكم من جديد. تقرير عن يعني انتقاء اللاعبين واللاعبات الصغيرين. كابتن ايهاب، يمكن شفنا كابتن نبيل خشيت وهو بيتكلم، تعليقك سريعا عن هذا. والله يا طبعا كابتن نبيل ما شاء الله عليه، يعني هو بقاله ده السيزون اللي فات معايا والسنه دي ما احنا مع بعض، وهو كان موجود قبليه بسنه، هو عامل قاعده كبيره جدا جدا من الناشئات بصراحه، بشكره وبحييه فعلا، لان هو غير يعني شكل الناشئات في النادي الاهلي. جاب واختار بنات فعلا طوال، وعمل تدعيم جامد جدا، لان كان عندنا نقص في الموضوع ده. هو فعلا اجتهد جدا واختار عناصر كويسه جدا، ودلوقتي هي موجوده في الفريق، يعني بقاله 3 سنين سد النقص اللي كان عندنا موجود في النشاط، ولسه كمان بنحاول. وزي ما هو قال كده فعلا احنا لف على كل الفروع، ودايما عينه يعني كويسه جدا. صحيح. في الاختيار. صحيح. بجد فدعم بشكل كبير جدا، انا بشكره وبحييه بصراحه. وهو كمان في الناشئات
بيروح كل الماتشات ومتابع، فعارف دي ميزه ثانيه برضو التمرين متفرغ ومتواجد بشكل كبير على طول، فدي تبقى حاجه كويسه تبقى تدي يعني انت عارف بدون ناشئات او ناشئين بتقسم مش هن مش هنفضل على طول في المنافسه. صحيح. فيعني ما شاء الله عليه، ربنا يكرمه ان شاء الله. كابتن هاب الالفي المدير الفني لفريق السادات لكره السله النادي الاهلي، نورتني وشرفتني، وكان حديث ربنا يخليك يا اسف. شكرا سعيد، شكرا ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، انتهت فقرتنا الثالثه مع كابتن ايهاب الالفي المدير الفني لفريق السادات النادي الاهلي. لسه عندنا ان شاء الله يعني فقرات الاسبوع الجاي يوم الجمعه بنعدها من دلوقتي ليكم، لان النشاط ما بينتهيش جوه النادي الاهلي. شكرا جزيلا لحضراتكم، انتظرونا يوم الجمعه القادم الساعه 7 للتاسعه في ملوك الصلاه، واكيد فقرات ونجوم جداد. شكرا جزيلا لمتابعتكم، انتظرونا الاسبوع القادم.